أولا مدخل إلى قواعد البيانات. ما هي قواعد البيانات؟ كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أهمية قواعد البيانات أو الداتابيز في الشركات والمؤسسات والهيئات وحتى في بعض المحلات الصغيرة. إذن فما معنى كلمة داتابيز؟ ولماذا هذه الأهمية التي يأخذها هذا الموضوع؟ هذا هو ما سوف نتحدث عنه صديقي العزيز في هذا الجزء. إن قواعد البيانات شيء تقابله وتتعامل معه يوميا، فبرامج قواعد البيانات تمثل نسبة كبيرة جدا من البرامج التي نتعامل معها. فقواعد البيانات هي مجموعة من البيانات المنظمة ومرتبطة ببعضها بروابط منطقية، فأجندة تليفونك مثلا تعتبر قاعدة بيانات، حيث أنها مجموعة بيانات منظمة، ويمكنك أن تنشئ قاعدة بيانات تضع فيها بيانات أجندة التليفونات وكذلك بيانات الموظفين لشركة وبيانات السلع في أحد المتاجر والبضائع في أحد المخازن. كل واحدة من هؤلاء يمكن أن تكون قاعدة بيانات. وبالفعل فإن أي برنامج يتعامل مع شؤون الموظفين يمكن أن نضع بيانات الموظفين في قاعدة بيانات، وكل برنامج متاجر سوف يضع بيانات السلع في قاعدة بيانات، وكل برنامج مخازن سوف يضع بيانات البضائع في قاعدة بيانات. ومن الطبيعي أن تعطينا Visual Basic إمكانيات كثيرة للاتصال بعدد كبير من قواعد البيانات، وتتيح لنا الفرصة للتعامل مع قواعد البيانات بشتى الأشكال والصور الممكنة. نظم إدارة قواعد البيانات Database Management System. تعلمنا في الجزء الثاني كيفية تخزين البيانات في ملفات تسلسلية وعشوائية، وكيف تقوم مستقبلا بفتح أي ملف من تلك الملفات وقراءة البيانات من مرة أخرى. وتعتبر تلك الملفات وخاصة العشوائية صورة من صور قواعد البيانات، ولكن هذه الملفات لن تعمل بشكل جيد إلا في حدود ضيقة وهي عدد صغير من البيانات. أما في حالة اتساع قدر البيانات المطلوب تسجيلها واستدعائها فسوف تشعرك بقصور، كما أنها لا تتيح إمكانيات ترتيب وبحث العمليات التي لا غنى عنها عند التعامل مع البيانات. ولذلك سوف يظهر معظم عملك في إدارة قواعد البيانات. كان هذا هو الحال قديما، أما الآن صديقي العزيز فقد أصبح هناك نظام لإدارة قواعد البيانات Database Management System. ويتكون نظام إدارة قواعد البيانات من جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو قلب نظام قواعد البيانات، وهو الذي يكون مسؤولا عن إنشاء وصيانة وقراءة قواعد البيانات والتعامل معها بشتى الصور، ويسمى هذا الجزء غالبا Database Engine أو محرك قواعد البيانات. أما الجزء الثاني هو مجموعة أدوات وبرامج خدمات يوتيليتيز تستطيع من خلالها أن تتصل بمحرك قواعد البيانات Database Engine وتنفذ الأعمال المطلوبة والمتصلة بقواعد البيانات. وبالطبع غالبا ما تكون تلك البرامج يوتيليتيز قابلة للاستدعاء من خلال نظم التشغيل أو من داخل لغات البرمجة المعروفة. وتتيح نظم إدارة قواعد البيانات إنشاء وإدارة قواعد البيانات من خلال إجراءات بسيطة دون الحاجة إلى الدخول في التفاصيل، كما توفر إمكانيات البحث والحفاظ على سلامة البيانات مهما زاد حجمها. وتقوم برامج قواعد البيانات بكتابة الملفات بطريقتها الخاصة، كما يفرض كل نظام مجموعة من القواعد التي لا بد لك من الالتزام بها، وأحيانا تضيف بعض المصطلحات التي لا توجد بالنظم الأخرى، وتتنافس نظم إدارة قواعد البيانات فيما بينها في قدرتها على الحفاظ على سلامة البيانات مهما زاد عددها، وكذلك في سرعة ترتيب واستدعاء البيانات وشغل أقل حجم ممكن من وحدات التخزين. ويتيح لنا Visual Basic الاتصال بعدد كبير من قواعد البيانات الشهيرة، ذلك فضلا عن النظام الأساسي الذي يعتمده Visual Basic والذي يوزع بواسطة شركة مايكروسوفت مع Visual Basic وكذلك مع برنامج مايكروسوفت أكسس. وهذا النظام يسمى مايكروسوفت جيت إنجن،
ومع أن البرامج التي تعد باستخدام Visual Basic 6 لديها القدرة على الاتصال بنظم قواعد البيانات الأخرى، إلا أن الاتصال بقواعد البيانات Jet Engine سيكون أكثر سهولة، كما أن القواعد والمصطلحات سوف تكون مطابقة تماما في كل من Visual Basic و Jet Engine، أي Visual Basic و Microsoft Access Database. أجزاء قواعد البيانات: تتكون قواعد البيانات من عدة أجزاء، كل جزء منها يمكن أن يتكون من أجزاء أصغر وهكذا. ولكي نستطيع التعامل جيدا مع برامج قواعد البيانات، علينا أن نفهم أجزاء قواعد البيانات ودور كل جزء منها، ولذلك سوف نقوم هنا بشرح مصطلحات قواعد البيانات. وما سوف نقوله هنا سينطبق إلى حد كبير على قواعد البيانات الأخرى، ولكن لا ينطبق تماما على قواعد بيانات Jet Engine. وسوف نبدأ بشرح الأجزاء الصغيرة أولا، ونتدرج حتى نصل إلى قاعدة البيانات ككل. الحقل Field: اللبنة الأساسية في قاعدة البيانات هي الحقل، وهو المكان المخصص لتخزين بيان واحد أو معلومة واحدة. مثلا نريد تخزين ثلاثة معلومات عن كل موظف: اسمه وعنوانه ورقم هاتفه. إذن نحتاج إلى ثلاثة حقول: حقل للاسم، وحقل للعنوان، وثالث لرقم الهاتف. وعندما نقوم بتصميم وإنشاء قاعدة بيانات للمرة الأولى، فإننا نقوم في الحقيقة بتعريف الحقول التي سوف تحتوي على البيانات، وسوف نقوم بالطبع بتحديد اسم لكل حقل يعبر عن محتوياته. فمثلا حقل الاسم نسميه نيم، وحقل العنوان نسميه أدرس، وحقل الهاتف نسميه فون. هذا إذا كنا سوف نستخدم اللغة الإنجليزية في تعريف الحقول، وهذا هو الشائع في معظم النظم. ولكن هناك نظم أخرى تتيح لنا تسمية الحقول بالحروف العربية، وبالتالي يمكن أن نسمي حقل الاسم الاسم، وحقل العنوان العنوان، وحقل رقم الهاتف رقم الهاتف. وكما سنقوم بتحديد اسم لكل حقل، ينبغي تحديد نوع البيان الذي يسجل في كل حقل، وذلك باختيار نوع الحقل، إما حقل نصي أو رقمي أو منطقي مثلا. وكذلك سنقوم بتحديد حجم المعلومة التي سوف نقوم بتخزينها في كل حقل، فمثلا حقل الاسم نصا طوله 50 حرفا، أما حقل الهاتف فهو نصا أيضا لكن طوله 7 حروف. لاحظ صديقي العزيز أن هناك بعض النظم لا تتيح تحديد الحقول الرقمية مثل Jet Engine، وتتيح بعض النظم الأخرى خصائص تميز بها بعض الحقول. أما الخصائص الثلاث التي ذكرناها فهي المشتركة في كل النظم الأخرى، وهي الاسم والنوع والحجم. ولعلك صديقي العزيز تتساءل لماذا جعلنا رقم الهاتف نصا ولم نجعله حقلا رقميا؟ وللإجابة على ذلك نقول أن حقل الهاتف هو عبارة عن أرقام في حقيقته، لكنها أرقام غير قابلة للجمع والضرب وخلافه، فهو أشبه بالعنوان، ومن الأصح تخزينه في حقل نصي. وبعد تحديد خصائص كل حقل نكون قد أنشأنا قاعدة البيانات، ولكنها ما زالت خالية من البيانات. نعم هي خالية من البيانات، ولكنها جاهزة لاستقبالها، أي أننا أصبحنا لدينا تصميم الجدول الذي سيحتوي على البيانات، ولقد قمنا بتعريف كل أعمدة الجدول، اسم ونوع وسعة كل عمود، وأصبح الجدول جاهزا ولم يتبقى سوى نقل البيانات إليه. وما قمنا بإنشاؤه هو عنصر هام من عناصر قاعدة البيانات، وهو ما يسمى كيبل ستراكشر أو تركيب الجدول. السجل ريكورد: السجل هو مجموعة البيانات المخزنة في الحقول والتي تخص
عنصر واحد أي أحد صفوف جدول البيانات، مثل الحقول الثلاثة التي تخص الموظف أيمن محمود، وهي حقول الاسم والعنوان والهاتف. تلك الحقول مجتمعة هي سجل هذا الموظف، والسجلات هي الوحدة المتداولة من البيانات، حيث أنها هي التي يمكن أن تزودنا بمعلومة مفيدة، لأن الحقل الواحد غالبا لن يؤدي هذا الهدف. فمثلا عندما نخبرك باسم شخص وفقط، فهذا أشبه بمبتدأ ينقصه الخبر. أما إذا أخبرناك باسمه وعنوانه وهاتفه، فهذا سوف يؤدي إلى عمل الجملة المفيدة. وقاعدة البيانات في حقيقتها مجموعة من السجلات يتم تخزينها على الكمبيوتر بنفس الترتيب الذي تم إدخالها به، ولكن هذا لا يمنع من عرضها مرتبة بعدة صور أخرى بناء على القيم المسجلة في الحقول. فيمكن فرز قاعدة البيانات حسب الاسم أو حسب العنوان مثلا، وتتيح معظم نظم إدارة قواعد البيانات إعادة تسجيل قاعدة البيانات مرة أخرى بحيث ترتب سجلاتها على أساس جديد. الجدول Table. عندما نقوم بإنشاء الحقول Fields نكون قد أنشأنا الجدول، وعندما ندخل السجلات فإننا ندخلها في الجدول. وتحتوي قاعدة البيانات على جدول واحد على الأقل، ويمكن أن تحتوي على أكثر من جدول، تكون بين هذه الجداول علاقات Relations. وهناك نوع من نظم قواعد البيانات يقوم بتخزين كل جدول على ملف مستقل، ويسمى هذا النوع Flat Table. وهناك نوعا آخر يقوم بتخزين كل الجداول والاستعلامات والعلاقات في ملف واحد.
العلاقات في قاعدة البيانات Database Relations. تعتبر العلاقات بين الجداول جزءا لا يتجزأ من قواعد البيانات، وعنصرا هاما للعناصر التي لا غنى عنها للانتفاع بالبيانات المسجلة في الجدول. ويمكن أن يتم تصميم قاعدة البيانات على أنها جدول واحد يحتوي على كل البيانات، وبالتالي يتم الاستغناء عن الجداول الأخرى وعن العلاقات، ولكن هذا يعني أن قاعدة البيانات سوف يكون بها أجزاء فارغة أو معلومة مكررة، وسيكون حجمها أكبر من اللازم، وبالتالي سيكون سرعة الوصول للمعلومات فيها أبطأ من قاعدة البيانات المركبة تركيبا عيلاقيا، كما أنها ستحدنا بحدود تقلل من كفاءة قاعدة البيانات. فمثلا قواعد بيانات أجندة التليفونات يمكن أن تصمم بحيث تحتوي على 3 أرقام لكل شخص. إذا صممناها بحيث تكون في جدول واحد ستكون حقولها كالتالي: حقل الاسم، حقل العنوان، حقل رقم الهاتف الأول، والمكان الذي به رقم الهاتف الأول، الوقت الذي سوف يوجد فيه الشخص في هذا المكان، الرقم الثاني، المكان الثاني، الوقت الثاني، الرقم الثالث، المكان الثالث، الوقت الثالث. لاحظ صديقي العزيز أننا خصصنا لكل رقم 3 حقول: حقل لرقم الهاتف نفسه، وحقل لتعريف المكان الذي به هذا الرقم، هل هو منزل أم مستشفى أم معمل أم مكتب، وحقل ثالث لتعريف الوقت الذي سوف يكون الشخص صاحب الرقم موجودا فيه غالبا، مثلا المنزل من 5 مساء حتى 11 مساء، المكتب في 7 صباحا حتى 6 ظهرا، وهكذا. والآن نفترض أن شخصا ليس لديه هاتف في بيته ولديه فقط رقم 1 في مكتبه، هذا يعني أن 6 حقول سوف تكون خالية ولن نستفيد منها، بل ستشغل حيزا في وحدة التزغين لا طائل من ورائه. نفترض أن شخصا آخر كثير التنقل ولديه هاتف في النادي وهاتف في السيارة وهاتف في المكتب وهاتف في مركز البحوث وهاتف في المكتبة، إذن سنعتذر له عن تسجيل 6 أرقام وسنكتفي بتسجيل 3 في قاعدة البيانات ونهمل 3 أرقام أخرى، وسوف يؤدي هذا بالطبع إلى القصور في الاستفادة من قاعدة البيانات، حيث يتصادف دائما أن يكون في أحد الأرقام المهملة عندما نتصل به. ولاحظ صديقي العزيز أن هذا يحدث كثيرا خاصة في عالم الكمبيوتر، حيث يقولون أن الأشياء السيئة لا تحدث إلا في أسوأ الأوقات، أي أنك صديقي العزيز لا تنسى مثلا مفاتيح المنزل إلا في اليوم الذي لن تجد فيه أحد عندما تعود للمنزل. كأني أسمع أحدا يقول: إذن فلنجعل حقول الهواتف تحتمل 5 أرقام أو 6 أرقام، وهو بالطبع حل لتلك المشكلة، ولكن حل مكلف وقاصر. مكلف لأنه سيزيد من المساحات الخالية الضائعة في قاعدة البيانات، قاصر لأنه يمكن أن يكون لشخص 7 أرقام أو 8 أرقام. أنا مثلا أعرف شخصا له حوالي 12 رقما يمكن أن تتصل به فيها ولن تجده في أي منها. حسنا صديقي العزيز، الحل إذن في قواعد البيانات العلاقية. الآن فلنسترح قليلا ثم نكمل الدرس القادم لنرى كيف سنقوم بتصميم قاعدة بيانات علاقية متعددة الجداول لتحل هذه المشكلة. أضف جدولا متى كان ذلك ضروريا. صديقي العزيز، لا تتردد في إنشاء جدول جديد إذا كان ذلك ضروريا لرفع كفاءة قاعدة البيانات. مثلا في حالتنا هذه سوف نقوم بإنشاء جدول رئيسي يحتوي على اسم الشخص وعنوانه، وسوف نقوم بإنشاء جدول آخر يحتوي على رقم هاتف 1 في كل سجل، ويتكون من 4 حقول: الاسم ورقم الهاتف والمكان والوقت. وفي الجدول الرئيسي لا يسمح أن يكون لشخص واحد أكثر من سجل، أما في الجدول الفرعي فيمكن أن يكون لكل شخص عددا من السجلات مساويا لعدد أرقام الهاتف المتوفرة لهذا الشخص.
فيمكن أن يكون له رقم واحد يحتل سجل واحد، أو رقمان يحتلان سجلان، أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وهكذا. لا حدود هنا لعدد الأرقام المتاحة للشخص الواحد، كما أنه لا توجد حقول خالية في قاعدة البيانات، أي أننا نستفيد بكل جزء في وحدة التخزين. حسنا، هذا عن الجداول. ماذا عن العلاقات؟ يتم الربط هنا عن طريق جدولين، وذلك بعلاقة مباشرة بين حقلين متشابهين، كل منهما يقع في أحد الجدولين. في حالتنا هذه، حقل الاسم في الجدول الأول هو الذي نعتمد عليه لمعرفة عنوان ذلك الشخص، وحقل الاسم في الجدول الثاني هو الذي نعتمد عليه في الوصول إلى جميع أرقام الهواتف التي تخص شخصا واحدا، ولابد أن يكون له سجل في الجدول الرئيسي. إذن الحل المنطقي هو أن نقيم علاقة relation بين حقل الاسم في الجدول الرئيسي وحقل الاسم في الجدول الفرعي، وبالتالي تصبح قاعدة البيانات ذات معنى ومغزى وذات فائدة. ومما سبق يتضح لنا أن العلاقات هي روابط بين جداول قاعدة البيانات تجعلها متصلة غير منفصلة، وهي التي تحدد أي البيانات من جدول ما لها علاقة ببيانات في جدول آخر، بحيث لا يصلح أن يوجد عندنا بيانات في الجدول الفرعي ولا يوجد لها مقابل في الجدول الرئيسي. أنواع العلاقات. يمكن للعلاقات بين جداول قاعدة البيانات أن تأخذ أكثر من شكل حسب المنطق الذي فرض علينا للربط بين تلك الجداول. فهناك علاقة واحد مع واحد one to one، وهناك علاقة واحد مع مجموعة one to many، وهناك علاقة مجموعة مع مجموعة many to many. وسوف نستعرض فيما يلي كل نوع من هذه العلاقات مع ذكر مثال بسيط يوضح المنطق الذي يفرض علينا هذا النوع من العلاقات. علاقة واحد مع واحد one to one. في قاعدة بيانات الموظفين يوجد لكل موظف بيانات عامة
مثل العنوان والهاتف والميلاد وتاريخ التخرج والمؤهل وخلافه، ومجموعة بيانات مالية مثل المرتب الأساسي وتاريخ التعيين والحوافز والخصومات وخلافه. كل مجموعة من البيانات تستخدم في أغراض مختلفة وفي أوقات مختلفة، إذن من الأفضل أن ننشئ جدولا يحتوي على كل مجموعة بيانات منفصلة بدلا من إنشاء جدول واحد كبير يتم فتحه كلما أردنا استخدام بعض البيانات. إذن سنقوم بإنشاء جدولين ويتم الربط بينهما بحقل الاسم، ويكون لكل شخص في كل جدول سجل واحد فقط، ويربط بين الجدولين علاقة 1-to-1 بين حقل الاسم في الملف العام وحقل الاسم في الملف المالي، ولا يسمح بأن يكون لأي شخص سوى سجل واحد فقط في كل جدول، وبالتالي تصبح العلاقة بين الجدولين علاقة 1-1 1-to-1. وتلك هي أسهل أنواع العلاقات، ويمكن الربط بين رقم الموظف في الجدولين بالاسم، لأن كل موظف له اسم ورقم لا يتكرر في الجدول الواحد. علاقة واحد مع مجموعة 1-to-many. في مثال أجندة التليفونات الذي تناولناه من قبل، شرح مغزى العلاقات في قاعدة البيانات، واستخدمنا مفهوم علاقة واحد مع أكثر من واحد أو واحد مع مجموعة، حيث أن اسم الشخص الواحد هو المعلومة الرئيسية في الملف الرئيسي وله أكثر من رقم هاتف، أي أكثر من سجل في الملف الفرعي، وبالتالي فإن حقل الربط هو الاسم، وسوف يرد في الجدول الفرعي أكثر من فرد، وبالتالي ستكون العلاقة بين الجدولين هي واحد مع مجموعة 1-to-many. علاقة مجموعة مع مجموعة many-to-many. في شركة تبيع بضائع متنوعة، لديها لكل نوع من البضائع كود معين، ولها أيضا قائمة بالعملاء لكل عميل منهم كود أيضا. تكون بيانات أمر الشراء كالتالي: رقم أمر الشراء، تاريخه، كود العميل، كود البضاعة والكمية، وكود البضاعة الأخرى والكمية، وكود البضاعة الثالثة والكمية، وهكذا. لاحظ أن أمر الشراء الواحد يحتوي على أكثر من نوع بضاعة، ولاحظ أيضا أن العميل الواحد له أكثر من أمر شراء بالطبع. كل نوع من البضائع له سجل واحد في جدول البضائع، وكل عميل له سجل واحد في جدول العملاء. إذن لدينا علاقة بين عديد من البضائع وعديد من العملاء. في أي وقت سوف نحتاج مراجعة أسماء العملاء الذين اشتروا نوعا معينا من البضائع، وفي أي وقت أيضا سوف نحتاج مراجعة كل أنواع البضائع التي اشتراها عميل معين. هذه هي صديقي العزيز علاقة many-to-many. وللربط بين جدول العملاء وجدول البضائع وحل تلك العلاقة المعقدة، يحتاج الأمر غالبا في مثل هذا النوع من العلاقات إلى إنشاء جدول إضافي يقوم بفضل الاشتباك. وفي مثالنا هذا لدينا جدول العملاء، ويتكون من الحقول التالية: مثلا اسم العميل وكوده، ولدينا جدول البضائع يتكون من الحقول التالية: اسم البضاعة وكود البضاعة وسعرها، ولدينا أيضا جدول أوامر الشراء والذي يحتوي على الحقول التالية: رقم أمر الشراء وتاريخه وكود العميل الذي أصدر هذا الأمر. ويكون الحل هنا هو إضافة جدول رابع، هو جدول المبيعات، ويحتوي على الحقول التالية: رقم أمر الشراء وكود البضاعة والكمية.
أي أن هذا الجدول يحتوي على سجل لكل بضاعة تخرج من المخزن وتباع لأحد العملاء بغض النظر عن من اشترى هذه البضاعة أو إلى أي أمر شراء تنتمي. وإذا أردنا معرفة ذلك فسوف نستخدم السجلات المرتبطة بهذا السجل في الجداول الأخرى. أما في هذا الجدول فيذكر فقط رقم أمر الشراء وكود البضاعة والكمية التي صرفت من المخزن، ويتم الربط بين جدول العملاء وجدول أوامر الشراء بواسطة حقن كود العميل، كما يتم الربط بين جدول البضاعة وجدول المبيعات بواسطة حقن كود البضاعة، ويتم الربط بين جدول المبيعات وجدول أوامر الشراء بواسطة حقن رقم أمر الشراء. وهذا يعني أن كل الجداول قد أصبحت مرتبطة ببعضها البعض. وإذا أردنا مثلا معرفة البضاعة التي اشتراها أي عميل، نستطيع قراءة حقل الكود الخاص بهذا العميل، وعن طريق هذا الحقل نستطيع الوصول لكل أوامر الشراء التي تخصه في جدول أوامر الشراء، ونستطيع عن طريق حقل رقم أمر الشراء الوصول لكل البضائع التي تخص هذا الأمر في جدول المبيعات، وعن طريق حقل كود البضاعة نستطيع الوصول لاسم البضاعة وسعرها في جدول البضائع، وهكذا. العلاقات عنصر من عناصر البيانات العلاقية. والآن صديقي العزيز، بعد أن عرفت فائدة العلاقات في قواعد البيانات وعرفت أنواعها، عليك أن تعلم أن نظم إدارة قواعد البيانات العلاقية ومنها جيت إنجن تحتفظ لك بالعلاقات التي تقيمها بين الجداول وتتولى بنفسها إدارة تلك العلاقات للتأكد من سلامة البيانات والحفاظ على فائدتها، والتي لا تتحقق إلا بوجود الروابط بين الجداول. ومثال حقول مفتاحية مصطنعة. عرفنا أن الحقول المفتاحية هي التي تستخدم في الربط بين الجداول، وعرفنا أيضا أنها لابد أن تكون مميزة للسجلات التي تقع فيها، وبالتالي لا يسمح بأن تكون مكررة في أكثر من سجل في نفس الجدول، على الأقل في الملفات الرئيسية، أي في الملفات التي تكون فيها هذه الحقول مفاتيح ابتدائية primary keys. وفي كثير من الأحوال لا توفر أي من الحقول الطبيعية مثل الاسم والعنوان وما شابه حقول مطلقة التمييز، حيث يمكن أن يكون لأكثر من شخص نفس الاسم أو نفس العنوان. فمثلا يحمل أكثر من 100 شخص من أصحاب الأسماء النادرة نفس الاسم الرباعي، وذلك في المدينة الواحدة. وفي مثل هذه الأحوال وبحثا عن الحقول المتفردة مطلقا، يتم إنشاء كود أو اسم مختصر لمجموعة حقول طبيعية، ويسجل ذلك الكود أو الاسم المختصر في حقل جديد يستخدم كحقل مفتاحي. الفهرس إندكس. تقوم نظم إدارة قواعد البيانات دائما بتخزين السجلات بنفس الترتيب الذي تم به إدخالها، ولكن هذا لا يمنع من أنها تتيح لك عرض نفس السجلات مرتبة بطرق مختلفة، حيث يمكن لك أن ترتب سجلات الموظفين تصاعديا حسب الأسماء أو تنازليا حسب المرتبات، كما يمكن أن تقوم بترتيبها ترتيبا مركبا بحيث يتم ترتيبها ترتيبا تصاعديا حسب اسم المدينة، والذين يعيشون في نفس المدينة ترتبهم تصاعديا حسب اسم الحي، والذين يعيشون في نفس الحي ترتبهم تصاعديا حسب الاسم، والذين يسمون بنفس الاسم ترتبهم تنازليا حسب تاريخ الميلاد، وهكذا تتنافس نظم إدارة قواعد البيانات في إتاحة أكبر قدر ممكن من الإمكانيات لترتيب البيانات حتى ترضي المتعاملين بها. ولنا أن نتخيل نظام إدارة قواعد البيانات ينشئ جدولا مؤقتا يقوم بإدارة عملية ترتيب السجلات، ويتكون هذا السجل في أبسط صورة من حقلين، هما حقل رقم السجل الأصلي ورقم السجل في الترتيب الجديد. وإذا كانت قاعدة بياناتك كبيرة، مثلا
تحتوي على 100,000 سجل، فلك أن تتخيل كم سيكون حجم، فلك أن تتخيل كم سيكون حجم هذا الجدول المؤقت. وما المانع في أن تقوم بحفظ هذا الجدول بهذا الترتيب كعنصر من عناصر قاعدة البيانات؟ الإجابة بالطبع يا صديقي لا مانع، ولذلك فقد أتاحت كل نظم قواعد إدارة البيانات إنشاء فهرس إندكس تقوم فيه بتخزين الترتيب الذي تريده للسجلات، وبالطبع لن تزيد هذه الفهارس من حجم قاعدة البيانات كثيرا. لماذا؟ لأنها تحتوي فقط على مفاتيح ترتيب السجلات وليس بيانات السجلات نفسها، ولذلك فإنه من المفيد أن تقوم بإنشاء عدد من الفهارس تغطي كافة أشكال الترتيب المطلوبة للجداول وحفظها ضمن قاعدة البيانات، وذلك لاستخدامها في البرامج مباشرة بدون الحاجة إلى ضياع وقت المستخدم انتظارا لإنشاء الفهارس وقت التشغيل. الاستعلامات كويريز تتيح عدد من نظم إدارة قواعد البيانات بما فيها جيت إنجن لغة استعلامات كويري لانجوج. تستطيع عن طريقها تنفيذ عدة عمليات في قواعد البيانات باستخدام أوامر بسيطة يتم كتابتها باستخدام تلك اللغة، وتعتمد جيت إنجن على لغة تسمى مايكروسوفت SQL، وهي مشابهة إلى حد كبير إلى لغة SQL الشهيرة، ولكنها ليست مطابقة لها تماما. ويمكنك باستخدام لغة SQL التعامل مع مجموعة بيانات تمتاز بخصائص معينة وتحقق شروطا معينة تحددها من خلال أوامر لغة SQL. ويقوم نظام إدارة قواعد البيانات عند ذلك بتجميع تلك البيانات وكأنها في جدول جديد، أو يقوم بتنفيذ عمل جماعي على كل سجلاتها، وتتيح نظم إدارة قواعد البيانات المختلفة تسجيل هذا الأمر أو الاستعلام كجزء من قاعدة البيانات، ويوضع له اسم يميزه عن غيره بحيث يمكنك استدعائه مستقبلا لكي تتعامل مع نفس مجموعة البيانات، أو تؤدي نفس العمل الذي يؤديه هذا الاستعلام. ويمكن لقاعدة البيانات بالطبع أن تحتوي على أكثر من كويري، كل منها له اسم مميز يقوم بعمل ما. نماذج إدخال وتحرير البيانات Data Entry Forms. يتم إدخال البيانات إلى الجداول وتعديل محتوياتها بواسطة لوحة مفاتيح عن طريق ما يسمى بالنماذج، والتي تتيح نظم إدارة البيانات إنشاءها وتعديلها لكي توائم تركيب وطبيعة حقول قاعدة البيانات. ويمكن للنموذج الواحد أن يحتوي على حقول من أكثر من جدول، مستفيدا بذلك بالعلاقات التي تربط بين تلك الجداول ويتيحها لك Visual Basic، والتي تحتوي في هذه الحالة على عدد من الأدوات التي يطلق عليها Bound Control. ولقد تعرفنا في الجزء الأول باختصار على Bound Control، أما في الفصول القادمة فسوف يتم تناوله بشكل أكثر تفصيلا وتعرض النماذج سجلا واحدا في وقت واحد، ولكن هذا لا يمنع توفر إمكانية استعراض البيانات في شكل جدول في نظم إدارة قواعد البيانات مثل أكسس مثلا، وهذه الإمكانية متاحة أيضا في Visual Basic باستخدام أداة الشبكة Grid، والتي سوف نراها بعد قليل. التقارير Reports. رأينا في الدرس السابق كيف نستخدم النماذج في إدخال بيانات جديدة أو الاطلاع على البيانات الموجودة وتعديلها، والآن لو أردنا استعراض البيانات وفقط، في هذه الحالة سوف نستخدم التقارير، والتي تكون في الغالب مجمعة لعدد من السجلات، وتتسع نظم إدارة قواعد البيانات لوسائل سهلة لإعداد التقارير بما في ذلك مايكروسوفت أكسس، ويتيح لنا Visual Basic 6 أداة ممتعة وسهلة يمكن الاستعانة بها لإعداد التقارير، وهذه الأداة هي روبرت ديزاينر، والتي سوف نقوم بشرحها بعد قليل. التعامل مع قواعد البيانات في Visual Basic. مقدمة.
يمكن لتطبيقات Visual Basic أن تتعامل مع قواعد البيانات بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى وهي استخدام أداة البيانات وربطها بأحد قواعد البيانات وتحديد الجدول المطلوب من قاعدة البيانات والتنقل بواسطتها بين سجلات البيانات. أما الوسيلة الثانية فهي إنشاء عناصر قواعد البيانات Data Access Object DAO والتعامل معها مباشرة من خلال الكود. أما الوسيلة الثالثة وهي من الإضافات التي تمت على إصدار Visual Basic 6 وهي ActiveX Data Object، وهي تشبه كثيرا النوع الأول لكنها تقدم تسهيلات وإضافات أخرى سوف نتحدث عنها لاحقا. وفي كل نوع من الأنواع السابقة للتعامل مع قواعد البيانات يجب أن نستخدم بعض الأدوات الأخرى لإظهار البيانات وإتاحة فرصة تعديلها. والآن فلنرى سويا كيف يتم استخدام كل وسيلة للتعامل مع قواعد البيانات. استخدام أداة البيانات. يتم إنشاء أداة البيانات Data Control في النافذة Form، وذلك بإضافة Data Control من شريط الأدوات، ويعطيها Visual Basic مباشرة اسما وعنوانا واحدا هو Data 1. وبالطبع يمكننا القيام بتغيير كل منها، فتستطيع أداة البيانات بأن تتصل بأحد قواعد البيانات المعروفة التي ترتبط بها عن طريق خاصية Connect، والتي تعرض قائمة كبيرة يوجد بها أنواع كثيرة من قواعد البيانات مثل Paradox، Lotus، FoxBro، Excel، Database وأكسس الذي يتعامل بنفس محرك البيانات الذي تستخدمه Visual Basic وهو Jet Engine. كما تتيح قائمة Control خاصية الاتصال، كما تتيح قائمة Connect خاصية الاتصال بملف نصي Text File كملف بيانات وليس كنص عادي، وسوف يعتبر الملف كأنه جدول بيانات، ويعتبر كل سطر من الملف عبارة عن سجل ريكورد، وكل حرف فاصلة منقوطة فاصلا بين كل حقل وحقل أو فيلد. وبعد تعريف نوع قاعدة البيانات المستخدمة تتعرف أداة البيانات على ملف قاعدة البيانات الذي سوف تتصل به عن طريق خاصية Database Name، والتي تفتح مربع حوار للسؤال عن ملف قاعدة البيانات المراد توصيله بأداة البيانات. وعند ذلك ستتعرف أداة البيانات على الملف وعلى الجداول التي تحتويها، وسوف تسمح باختيار أحد الجداول كمصدر للبيانات من خلال خاصية Record Source. وبعد تحديد تلك الخصائص الثلاث ألا وهي Database و Record Source 6 Database Connect و Name، سوف تكون أداة البيانات جاهزة للتجول داخل جدول البيانات المطلوب، وسيكون من الممكن لأي أداة أخرى أن تتصل بأداة البيانات تلك لتعمل كأداة ربط Bound Control. أدوات الارتباط Bound Controls. مقدمة. أدوات الارتباط هي عبارة عن أدوات عادية، ولكنها تكون مرتبطة بأحد أدوات البيانات Data Control، والتي ترتبط بدورها بأحد مصادر البيانات. وأداة الارتباط يمكن أن تكون مربعات نصوص Text Box أو أداة عنوان Label أو غير ذلك من الأدوات الأخرى. ويمكننا الاتصال بأداة البيانات من خلال الخاصيتين Data Field و Data Source. مربعات النصوص كأداة ارتباط. نقوم بإنشاء أداة بيانات ونختار خاصية Access Connect، وعن طريق خاصية Database Name نختار قاعدة بيانات مناسبة. فمثلا نختار قاعدة بيانات بابلو، وهي عبارة عن قاعدة بيانات كتب إحدى المكتبات، وتتكون من أربعة جداول. وعن طريق خاصية Record Source الخاصة بأداة البيانات نختار أحد هذه الجداول، وليكن جدول عناوين الكتب Title. وبعد إنشاء أداة البيانات ننشئ الآن صندوق نصوص، ومن خلال نافذة Properties يمكننا تغيير خصائصه، ومن خلال خاصية Data Source
تعرض قائمة بأسماء أدوات البيانات المدرجة في النافذة، وذلك لاختيار أحدهم. حاليا لا يوجد سوى أداة واحدة هي Data1، سنختارها. ثم من خلال خاصية Data Field والتي تعرض قائمة بأسماء الحقول الموجودة ضمن جدول البيانات الذي تم تحديده من خاصية Record Source الخاصة بأداة البيانات. ثم من خلال خاصية Data Field والتي تعرض قائمة بأسماء الحقول الموجودة ضمن جدول البيانات الذي تم تحديده من خاصية Record Source الخاصة بأداة البيانات، وبالتالي تعرض لنا خاصية Data Field حقول هذا الجدول، نختار منها عنوان الكتاب Title. ثم نقوم بتشغيل البرنامج. نلاحظ أن صندوق النص يعرض عنوان أحد الكتب، إذن لقد تم ربطه بقاعدة البيانات بشكل صحيح، وتم ربطه بالحقل المناسب في الجدول المناسب، وهذا بالطبع حقل عنوان الكتاب في السجل الأول. والآن هيا نستخدم أزرار التجول بين السجلات. نستخدم هذا الزر للتحرك سجل إلى الأمام، سنجد صندوق النص يعرض عنوان الكتاب الموجود بالسجل الثاني، وإذا استخدمنا نفس الزر مرة أخرى سيعرض عنوان الكتاب الموجود بالسجل الثاني، سيعرض عنوان الكتاب الموجود بالسجل الثالث، وهكذا الرابع والخامس حتى نهاية الجدول. والزر العكسي يقوم بالرجوع سجلا للخلف، أي ينقلك سجل من الرابع إلى الثالث، ومن الثالث إلى الثاني، وهكذا. ومن أهم المميزات التي يتيحها لنا صندوق النص أن نقوم بتعديل البيانات المعروضة فيه. والآن لنجرب إضافة كلمة في نهاية العنوان المعروض حاليا، ثم ننقر على أي زر للتنقل إلى أي سجل آخر، وفور نقل الزر ستقوم أداة البيانات بتسجيل البيان الجديد في الحقل المناسب. والآن لنعود مرة أخرى لنفس السجل لنرى هل حفظ التعديل الذي أدخلناه. لقد قامت أداة البيانات بحفظه. من هذا يتضح لنا أن أداة صندوق النص يمكن أن تستخدم كأداة ارتباط Bound Control، بحيث تتيح لنا الاطلاع على البيانات وتعديلها. أداة العنوان كأداة ارتباط يمكن بنفس الطريقة التي استخدمنا فيها أداة النص كأداة ارتباط استخدام أداة العنوان بنفس الطريقة. فننشئ أداة عنوان ونضعها في النافذة، ثم نقوم بتغيير خاصية Data Source لنربطها بأداة البيانات Data1، ونغير خاصية Data Field لنربطها بحقل من حقول الجدول، وليكن مثلا حقل رقم معروف، وهذا حقل ينشئه Access في معظم جداوله، وهو حقل اختياري يعمل بمثابة عداد للسجلات، ويأخذ عددا صحيحا يبدأ ب 1 وهو أول سجل، ويزيد بمقدار 1 لكل سجل جديد، وهذا حقل غير قابل للتعديل، أي أنه حقل للقراءة فقط، وبالتالي سيكون من الأنسب استخدام أداة عنوان معه حتى لا يقوم المستخدم بمحاولة تغييره مما يسبب حدوث خطأ. والآن لنجرب البرنامج. لاحظ صديقي العزيز كيف يعرض العنوان رقم السجل الحالي، ويتغير هذا الرقم كلما تحركنا داخل الجدول، وذلك باستخدام أزرار التحريك. أدوات ارتباط أخرى يمكن لبعض الأدوات الأخرى كصندوق الصور وصندوق الرسوم وأداة الارتباط والتضمين أن تصبح أداة ارتباط، وذلك أيضا عن طريق خاصيتين Data Source و Data Field، وذلك بشرط أن تكون تلك الأداة قادرة على التعامل مع نوع الحقل الذي يرتبط به. فمثلا يمكن أن ترتبط أداة ربط وتضمين OLE بحقل كائن OLE في قاعدة بيانات Access. عناصر البيانات، كما علمنا في الجزء الأول يعتمد Visual Basic على مفهوم البرمجة الشيئية OOP Object Oriented Programming، وعرفنا أن البرنامج في Visual Basic يتكون من مجموعة من الأشياء أو العناصر Objects، وأن كل Object له مجموعة من الخصائص Properties والطرق Methods
ويمكن أن تقع له بعض الأحداث events، وتعرفنا على بعض العناصر التي تتكون منها بعض التطبيقات مثل النوافذ والأدوات. والآن نتعرف على نوع جديد من العناصر وهي عناصر البيانات Data Access Object، والتي يطلق عليها اختصارا DAO، حيث أن قواعد البيانات وأجزاؤها كما سنعلم بعد قليل كل منهم عبارة عن Object يمكن أن نغير من خصائصه ومن طرقه في أداء عمليات مختلفة تتناول البيانات. ويمكن للمبرمج أن يستغني عن استخدام أداة البيانات Data Control ويستعيد عنها بالأشياء أو العناصر للوصول إلى البيانات Data Access Object، ويتصل عن طريقها بقاعدة البيانات، ويجري جميع وظائف تطبيقات قواعد البيانات من خلال الكود. وسوف نتعرف سويا على أنواع عناصر البيانات التي يتيح لنا Visual Basic إنشاؤها والتعامل معها ووظيفة كل نوع، وذلك من خلال الفصول القادمة. أدوات الارتباط مرة أخرى Bound Controls مقدمة. في هذا الدرس سنتعلم إن شاء الله تعالى كيف نستخدم صندوق السرد وصندوق التحرير والسرد وأداة الشبكة كأدوات ارتباط تعتمد فكرتها على ربط هذه الأدوات بقاعدة البيانات من خلال الكود أو من خلال صندوق Property، وذلك بالربط بين هذه الأدوات وأداة البيانات Data Control، وذلك لعرض أكثر من سجل في وقت واحد من خلال بعض تلك الأدوات. وقد سبق لنا أن تعرفنا على أدوات الارتباط بشكل عام، واستعرضنا وقتها بعض الأدوات الأخرى، وسنتعلم هنا ما هو الفرق بين استخدام صندوق السرد وصندوق التحرير والسرد كأدتي ارتباط، وسنتعلم أيضا كيف نضيف أداة شبكة البيانات Data Grid لنافذة المشروع لنرى أكثر من سجل في نفس الوقت في الجدول. صندوق سرد البيانات Data Boundless Control. صندوق سرد البيانات هو أداة غير قياسية، أي أنك لن تجدها في صندوق الأدوات القياسية، وعليك القيام بإدراجها عن طريق الأمر Component من قائمة Project أو من القائمة المختصرة لنافذة Toolbox. ويقوم الأمر Component بفتح مربع الحوار Component، والذي يتيح لنا اختيار أي من الأدوات غير القياسية لإدراجها في صندوق الأدوات، وهنا نختار Microsoft Data Boundless Control، ثم نقوم بنقر OK لنجد أداة صندوق سرد البيانات متاحة أمامنا في نافذة Toolbox، وبالتالي يصبح بإمكاننا أن نقوم بإدراجه داخل أي من نوافذ المشروع الحالي. وأداة صندوق سرد البيانات تشبه إلى حد كبير أداة صندوق السرد العادي List Box، والتي سبق أن درسناها واستخدمناها من قبل. ولكن هناك اختلاف بين الاثنين، وهو أن هناك خصائص موجودة في صندوق سرد البيانات وغير موجودة في صندوق السرد العادي، وهاتان الخاصيتان هما اللتان تستخدمان لربط الأداة بقاعدة البيانات. الخاصية الأولى هي خاصية Resource، والتي تحدد اسم أداة البيانات التي يتم ربط صندوق سرد البيانات بها. أما الخاصية الثانية فهي خاصية List Field، والتي تحدد اسم الحقل الذي سيتم منه ملء صندوق السرد بمحتوياته. والآن نقوم معا بتصميم برنامج يوضح لنا كيف سنستخدم أداة ارتباط صندوق سرد البيانات. نموذج استخدام صندوق سرد البيانات Database List. ننشئ فورم جديد ونحدد أبعاده بما يناسبنا، ثم نضيف له أداة بيانات Data Control ونحدد خصائصها كالتالي: أولا نحدد اسم قاعدة البيانات من خلال خاصية Database Name، ثم نحدد جدول البيانات من خلال خاصية Record Source، ثم نضيف إلى فورم أداة صندوق سرد البيانات Database List ونحدد خصائصها.
فنختار من خاصية رول سورس أداة البيانات، ومن خلال خاصية ليست فيلد نختار حقل اسم المؤلف أوثر، ثم نضيف أداتي عنوان ليبل ونغير خاصية كابشن إلى اسم الحقل وقيمة الحقل، ونضيف كذلك أداتي صندوق نص تكست بوكس، وتغيير أبعاد الأدوات الأربعة العناوين والنصوص بما يناسبنا، ثم نكتب كود في إجراء dblastclick لنجعل البرنامج يقوم بتسجيل قيمة الحقل المستخدم واسم الحقل المستخدم في صندوقي النص text1 وtext2 في text1. نستخدم خاصية bound column، والتي تستخدم في تسجيل اسم الحقل المستخدم في أداة صندوق سرد البيانات، وفي مربع نص text2 نكتب قيمة خاصية bound text والتي تتغير مع اختيار أي قيمة أخرى في صندوق سرد البيانات. وبتنفيذ البرنامج نشاهد كيف يقوم بتحديث قيمة الحقل في صندوق النص الثاني وكتابة اسم الحقل في صندوق النص الأول، ولكن نلاحظ أن أداة البيانات ليس لها استخدام، ولنجعلها تستخدم في تحريك مؤشر سجلات البيانات داخل صندوق البيانات يمكن ذلك من خلال تغيير خاصيتي داتا سورس وداتا فيلد في صندوق سرد البيانات، حيث تشير خاصية داتا سورس إلى أداة البيانات داتا 1 وفي خاصية داتا فيلد إلى حقل اسم المؤلف أوثر، ثم نقوم بتشغيل البرنامج مرة أخرى ونستخدم أداة البيانات للتنقل بين سجلات البيانات تماما كما نستخدم صندوق سرد البيانات. أداة ارتباط صندوق التحرير والسرد للبيانات. تشبه أداة صندوق التحرير والسرد للبيانات DB Combo إلى حد كبير أداة صندوق التحرير والسرد العادي كومبو بوكس، وهي أداة غير قياسية، أي أننا لكي نضيفها للمشروع لابد أن نضيفها لصندوق الأدوات Toolbox، وذلك من خلال الأمر Component، ومن خلال مربع الحوار Component نختار Microsoft Bound List Control 6 والذي رأيناه من قبل، ثم نضيف أداة dblast. الحقيقة أن هذا الملف يضيف لصندوق الأدوات أدتين هما dblast و dbcombo، وتختلف أداة ارتباط صندوق تحرير وسرد البيانات عن أداة صندوق التحرير والسرد العادي في أن هناك خصائص موجودة في أداة ارتباط صندوق التحرير والسرد للبيانات غير موجودة في الأول، وهذه الخصائص هي التي تمكن أداة صندوق التحرير والسرد للبيانات DB Combo، حيث تستخدم خاصية Row Source والتي تستخدم لتحديد اسم أداة البيانات التي ترتبط بها أداة صندوق تحرير وسرد البيانات، وتستخدم خاصية List Field لتحديد اسم الحقل الذي سيتم ملء صندوق السرد والتحرير بمحتوياته. والآن سترى معنا كيف نستخدم تلك الأداة داخل البرنامج. نموذج استخدام أداة صندوق التحرير والسرد للبيانات DB Combo. نستخدم هنا نفس البرنامج الذي استخدمناه من قبل لشرح أداة صندوق السرد والبيانات DB List، ولكن الفرق الوحيد هو أننا استبدلنا صندوق DB List بصندوق من نوع DB Combo، وعند تشغيل البرنامج سيعمل تماما كأي كومبو بوكس عادي. والفرق بين DB List و DB Combo أن DB Combo يتيح لك عرض البيانات بشكل مختلف، كما يتيح إضافة بيانات جديدة أو تعديل بيانات موجودة أو البحث باستخدام صندوق النص عن أي من بيانات صندوق السرد. أداة ارتباط شبكة البيانات Data Bound Grid تعتبر أداة ارتباط شبكة البيانات داتا جريد أحد أهم أدوات الارتباط، والتي تعطي مرونة في التعامل مع قاعدة البيانات، حيث تمكننا من عرض البيانات في صورة جدول بحيث تظهر جميع سجلات أو مجموعة من سجلات الجدول في النافذة، وتظهر الحقول في أعمدة الجداول بعكس أدوات الارتباط الأخرى التي تستخدم تلك الأداة كتقرير عن قاعدة البيانات. وأداة داتا جريد ليست من الأدوات القياسية التي تعرض تلقائيا في صندوق تول بوكس، ولكنها يمكن أن تضاف بواسطة الأمر كومبوننت الذي يفتح مربع حوار كومبوننت
ليظهر لنا ملفات الأدوات غير القياسية لنختار منها Microsoft Data Bound Grid، ثم ننقر زر OK لنجد الأداة معروضة أمامنا في صندوق Toolbox، مما يتيح لنا إضافتها لأي من نوافذ مشروعنا الحالي. نموذج لإنشاء أداة ارتباط شبكة البيانات Data Bound Grid، نقوم أولا بإنشاء فورم جديد، ثم نقوم بإنشاء أداة بيانات Data Control، ونحدد اسم قاعدة البيانات من خلال خاصية Database Name، ونحدد الجدول المستخدم من خلال خاصية Record Source، ونضع أداة البيانات في قاع النافذة، ثم نضيف للنافذة أداة ارتباط البيانات Data Grid، ونجعلها تحتل معظم مساحة النافذة، ثم نحدد خاصية Data Source لأداة Data Grid لتصبح Data 1، والآن نشغل البرنامج. كما ترى أمامك تظهر بيانات الجدول على هيئة جدول تحتل الحقول فيه الأعمدة وتحتل السجلات الصفوف، ويمكن التنقل بين الأعمدة باستخدام شريط التمرير، كما يمكننا أيضا تعديل أحد السجلات ليتم حفظه تلقائيا، وذلك بمجرد انتقالنا لسجل آخر. أما إذا أردنا ألا تتضمن الأداة هذه الخاصية، فعليك بتغيير خاصية Allow Update لأداة Data Grid لتجعلها False. في هذه الحالة سيكون الجدول للقراءة فقط، وإذا حاولت تعديل أحد السجلات فلن يعطيك البرنامج إمكانية وضع قلم الكتابة داخل السجل. لاحظ أن الأداة لا تعطي للمستخدم إمكانية إضافة سجلات جديدة وإلغاء سجلات موجودة، ولكن يمكننا أن نجعلها تتضمن تلك الوظائف، وهذا ما سنراه في الدرس القادم. فإلى هناك. إضافة وظيفتي إضافة سجل جديد وإلغاء سجل لأداة ارتباط شبكة البيانات. لإضافة خاصية إمكانية إضافة سجل جديد، نستخدم خاصية Allow Add New لأداة Data Grid لنجعلها True، ولإمكانية إلغاء سجل من جدول البيانات نجعل خاصية Allow Delete في الوضع True أيضا. والآن ننفذ البرنامج. لإضافة سجل جديد نضع المؤشر في السطر الثاني أسفل جدول البيانات، ثم نبدأ الكتابة فورا، وبمجرد الانتقال لسطر آخر سوف يقوم البرنامج بحفظ السجل الذي أدخلناه، ولحذف السجل نقوم بوضع المؤشر على السجل ثم نضغط Delete من لوحة المفاتيح ليختفي فورا السجل الذي كنا قد اخترناه. إعدادات أخرى لخصائص وأداة شبكة البيانات. لاحظنا من قبل أن أسماء الحقول تظهر فقط أثناء تنفيذ البرنامج Run Time، ولا تظهر أثناء مرحلة التصميم Design Time، ولإظهار أسماء الحقول أثناء التصميم ولإتاحة التعديل فيها أو تغييرها نختار أداة شبكة البيانات، وننقر الزر الأيمن للباوس لتظهر قائمة مختصرة، نختار منها الاختيار Relative Field، وفور ذلك تظهر أسماء الحقول في عناوين الأعمدة. لاحظ أيضا أن تغيير عرض الأعمدة لا يتاح أثناء تصميم البرنامج، ولكن من الممكن أن تتم أثناء التنفيذ، ولنجعلها متاحة لنا أثناء تصميم البرنامج نختار أداة شبكة البيانات مرة أخرى، وننقر على الزر الأيمن للفأرة لتظهر لنا القائمة المختصرة، نختار منها الاختيار Edit حيث يتيح لنا تغيير عرض الأعمدة كما نشاء، ولتعديل أسماء حقول البيانات وإضافة عناوين جديدة نقوم باختيار Property من القائمة المختصرة، ونغير خاصية Caption لتحديد عنوان جديد، وكذلك نغير الخصائص الأخرى لكل حقل من الحقول، كما تحتوي صفحة Property على بعض الخصائص الأخرى التي تتيح لنا التحكم بالكامل في أداء وسلوكيات الداتا جريد. ما هو مدير البيانات في Visual Basic؟ يمنح Visual Basic مستخدمي أداة سهلة ومفيدة، يستطيعون من خلالها إنشاء قواعد البيانات وتعديلها وإجراء كافة العمليات عليها. تلك الأداة هي مدير البيانات Data Manager،
والذي يعتبر بمثابة برنامج قواعد بيانات يستخدمه مستخدمو فيجوال بيزك من الذين لا يستخدمون برامج قواعد البيانات المستقلة، وذلك لإنشاء قواعد البيانات وإجراء بعض العمليات عليها. ويتيح مدير البيانات التعامل مع قواعد بيانات من عدة أنواع مختلفة ومن إصدارات مختلفة من تلك الأنواع تماما كما تفعل بيئة فيجوال بيزك، كما يتيح عددا كبيرا من الأدوات التي تساعد في إجراء عمليات إنشاء وتعديل وإدارة قواعد البيانات بسلاسة وسهولة. ففي الدروس القادمة صديقي العزيز سنحاول تغطية هذه الأداة المفيدة تغطية كاملة حتى تتاح لك الاستفادة الكاملة منها. تشغيل مدير البيانات. يمكنك تشغيل مدير البيانات في فيجوال بيزك عن طريق قائمة Add Ins ثم اختيار Visual Data Manager. عند ذلك سوف يقوم فيجوال بيزك بتشغيل مدير بيانات في نافذة مستقلة لأنه تطبيق مستقل، ولكن لا تنسى أنه تطبيق فرعي من فيجوال بيزك. فنقوم مثلا بإغلاق نافذة فيجوال بيزك مما يسبب إغلاق مدير البيانات معه، ويمكن لنافذة مدير البيانات أن تعمل كأحد التطبيقات المستقلة فتملأ الشاشة كما تظهر كعنصر مستقل عن فيجوال بيزك في شريط الأدوات، ويقوم مدير البيانات بفتح آخر قاعدة بيانات كان يعمل معها تلقائيا. وتتكون واجهة مدير البيانات من العناصر التالية: شريط القوائم الذي يحتوي على أربعة قوائم هي Help, Window, Utilities, File، ويتفرع من كل منهم عدد من الأوامر التي سوف نستخدمها بعد قليل. شريط الأدوات يحتوي على أهم الوظائف التي تتعامل مع قواعد البيانات: نافذة Database Window والتي تحتوي مكونات قاعدة البيانات مرتبة في هيئة شجرية وتستخدم للوصول إلى تلك المكونات لإجراء كافة العمليات عليها. نافذة SQL Statement والتي تستخدم لإجراء عمليات مختلفة تخص قواعد البيانات من خلال لغة SQL والتي تحدثنا عنها في الفصل الأول. تلك هي صديقي العزيز المعالم الرئيسية لواجهة مدير البيانات في Visual Basic، وسوف نتعرض لأجزاء البرنامج الأخرى تدريجيا ونحن نستعرض وظائفه. مكونات قاعدة البيانات. عندما نقوم بفتح قاعدة بيانات في برنامج مدير البيانات سوف تظهر مكونات قاعدة البيانات التي فتحناها في نافذة Database Window، ولقد تناولنا من قبل بالتفصيل تعريف مكونات قاعدة البيانات. في النموذج المعروض أمامنا الآن والذي يوضح قاعدة البيانات Bablo.mdb والتي تأتي ضمن نماذج Visual Basic يعرض البرنامج أولا عنصر Properties والذي كما هو واضح من اسمه يحتوي على خصائص قاعدة البيانات ككل، وبالنقر على علامة زائد المجاورة لعنصر Properties تظهر خصائص قاعدة البيانات متفرعة منه، وكل فرع يوضح اسم الخاصية ثم علامة يساوي ثم قيمة الخاصية حاليا، وبنقر رمز ناقص تعود الخصائص وتختفي خلف عنصر Properties، وبعد ذلك تعرض جداول قاعدة البيانات وهي تحتوي على أربعة جداول هي Publishers, Authors, Titles, Title Authors. وإذا قمنا بعرض مكونات أي جدول سنجد أن لكل جدول ثلاثة فروع أو Collections كما سنعرف فيما بعد. ألف الفرع الأول هو فرع الحقول Fields ويعرض الحقول التي يحتويها هذا الجدول، ولكل حقل منها إذا نقرنا عليه نقرا مزدوجا سوف يعرض قائمة بخصائصه بنفس الطريقة التي عرضت بها خصائص قاعدة البيانات: اسم الخاصية ثم علامة يساوي ثم قيمة الخاصية. باء الفرع الثاني من أي جدول هو فرع الفهارس Indexes والذي تظهر فروعه بالنقر المزدوج أيضا، وكل فرع هو عبارة عن فهرس Indexes يخص هذا الجدول الذي يتفرع منه، وكل فهرس بالنقر المزدوج عليه نستطيع الاطلاع على خصائصه والمكتوبة بالطريقة المعتادة.
جيم الفرع الثالث من أي جدول هو خصائص الجدول عامة، وبعد انتهاء الجداول يعرض البرنامج الاستعلامات كويريز، وهنا يوجد استعلام واحد تحتويه قاعدة البيانات هذه، ولا تفرع من الاستعلام سوى فرع واحد أو كوليكشن واحد هو خصائص الاستعلام. لاحظ هنا صديقي العزيز أن بإمكاننا اختيار أي عنصر من عناصر التكوين الشجري لمكونات قاعدة البيانات سواء كان رئيسيا أو فرعيا، ثم ننقر الزر الأيمن للفأرة لتظهر لنا القائمة المختصرة التي تناسب هذا العنصر المختار وتحتوي على الأوامر التي بإمكاننا استخدامها مع هذا العنصر. مثلا نريد تغيير خاصية required لحقل author في جدول authors، فنقوم بفتح محتويات الجدول authors ثم ننقر نقرا مزدوجا على عنوان fields، ثم نختار الحقل المطلوب وهو حقل author وننقر عليه نقرا مزدوجا هو الآخر لتظهر كافة خصائصه، ونبحث عن خاصية required ثم نختارها بالفأرة وننقر زر الفأرة الأيمن فتظهر القائمة المختصرة، نختار منها أول أمر edit فيظهر لنا مربع حوار عنوانه required property value، وتحت عبارة enter property value أي أدخل قيمة الخاصية يوجد صندوق اختيار عنوانه required. وخاصية required صديق العزيز هي التي تحدد هل يجب أن يكون موجودا في كل سجل أم يمكن أن يكون خاليا، ولها أن تأخذ أحد قيمتين نعم أم لا. والآن نقوم بنقر صندوق الاختيار ثم ننقر زر OK ونرى قيمته في قائمة DBase Windows قد أصبحت True. القائمة المختصرة لجداول البيانات. مقدمة: الجداول هي المكون الأساسي لقاعدة البيانات وأكثر العناصر التي نتعامل معها، ويتيح لنا مدير البيانات إجراء عدة عمليات متعلقة بالجداول من خلال القائمة المختصرة والتي تظهر بنقر زر الفأرة الأيمن بعد اختيار أحد جداول قاعدة البيانات. فتح جدول البيانات: أول الأوامر في القائمة المختصرة هو الأمر Open والذي يفتح نافذة نستطيع من خلالها الاطلاع على بيانات الجدول، والذي يمكن الاستغناء عنه بنقر اسم الجدول نقرا مزدوجا، ويتوقف شكل نموذج عرض البيانات على الاختيار المحدد من شريط الأدوات من بين تلك الأزرار الثلاثة، وذلك قبل فتح الجدول. ويقوم مدير البيانات عند اختيار الزر الأول وهو Use Data Control on New Form بفتح الجدول وعرضه على شكل نموذج أحادي السجل، مستخدما في ذلك أداة بيانات Visual Basic Data Control التي تعرفنا عليها من قبل. وتعطي هذه الطريقة ميزة التعامل مع حقول من نوع Binary و Byte بالإضافة لباقي أنواع الحقول المعروفة. أما الزر الثاني Don't use data control on new form ويعني فتح نموذج مشابه للسابق تماما، ولكن لا يستطيع التعامل مع نوعي الحقول binary و byte، ولكن يتيح تعديل الحقول الكبيرة في نافذة منفصلة باستخدام مفتاح F4، وذلك إذا كان الحقل أكبر من أن يعرض على الشاشة بالكامل، وتلك خاصية مفيدة جدا عند التعامل مع حقول نصية كبيرة من نوع ميمو، وهذه الميزة ليست موجودة في النوع الأول. أما الزر الثالث صديق العزيز وهو Use DB Grade Control in New Form فإنه يستخدم أداة أخرى من أدوات Visual Basic ولكنها أداة غير قياسية، وتستخدم لعرض البيانات في جدول، وكل حقل يمثل عمودًا وكل سجل يمثل صفا في الجدول، وتلك بلا شك طريقة جيدة جدا لاستعراض عدة سجلات في وقت واحد، خاصة إذا لم يكن هناك عدد كبير من الحقول في الجدول، وكذلك إن لم يكن هناك حقول طويلة فيه. ويتيح لك مدير البيانات فتح الجدول في أكثر من نافذة في وقت واحد وبأي الأنواع شئت، فمثلا يمكن أن تفتح ثلاث نوافذ لكل جدول، كل واحدة منها تعرضه بطريقة مختلفة
وفي أي من الحالات الثلاثة سوف يعرض أسفل النافذة أزرار التنقل بين السجلات والمميزة لأداة البيانات والتي تعرفنا عليها من قبل، كما سيعرض أعلى النافذة عدد من الأزرار التي تستخدم لأداء عدة عمليات تخص البيانات. وتختلف هذه الأزرار صديق العزيز حسب طريقة العرض وحسب نوع مجموعة البيانات المستخدمة، والتي تحدد باختيار الزر المناسب لكل نوع من شريط الأدوات قبل فتح الجدول أيضا، حيث أن هذا الرمز يختار تيبل وهذا دايناسيت والثالث سنابشوت، وقد شرحنا معنى كل نوع من هذه الأنواع من قبل. فتح جدول البيانات. أول الأوامر في القائمة المختصرة هو الأمر Open، والذي يفتح نافذة نستطيع من خلالها الاطلاع على بيانات الجدول، والذي يمكن الاستغناء عنه بنقر اسم الجدول نقرا مزدوجا، ويتوقف شكل نموذج عرض البيانات على الاختيار المحدد من شريط الأدوات من بين تلك الأزرار الثلاثة، وذلك قبل فتح الجدول. ويقوم مدير البيانات عند اختيار الزر الأول وهو Use Data Control on New Form بفتح الجدول وعرضه على شكل نموذج أحادي السجل، مستخدما في ذلك أداة بيانات Visual Basic Data Control التي تعرفنا عليها من قبل. وتعطي هذه الطريقة ميزة التعامل مع حقول من نوع Binary و Byte، بالإضافة لباقي أنواع الحقول المعروفة. أما الزر الثاني Don't Use Data Control on New Form، ويعني فتح نموذج مشابه للسابق تماما، ولكن لا يستطيع التعامل مع نوعي الحقول باينري وبايت، ولكن يتيح تعديل الحقول الكبيرة في نافذة منفصلة باستخدام مفتاح F4، وذلك إذا كان الحقل أكبر من أن يعرض على الشاشة بالكامل، وتلك خاصية مفيدة جدا عند التعامل مع حقول نصية كبيرة من نوع ميمو، وهذه الميزة ليست موجودة في النوع الأول. أما الزر الثالث صديق العزيز وهو Use DB Grid Control in New Form، فإنه يستخدم أداة أخرى من أدوات Visual Basic، ولكنها أداة غير قياسية وتستخدم لعرض البيانات في جدول، وكل حقل يمثل عمودا وكل سجل يمثل صفا في الجدول، وتلك بلا شك طريقة جيدة جدا لاستعراض عدة سجلات في وقت واحد، خاصة إذا لم يكن هناك عدد كبير من الحقول في الجدول، وكذلك إن لم يكن هناك حقول طويلة فيه. ويتيح لك مدير البيانات فتح الجدول في أكثر من نافذة في وقت واحد وبأي الأنواع شئت، فمثلا يمكن أن تفتح ثلاث نوافذ لكل جدول، كل واحدة منها تعرضه بطريقة مختلفة، وفي أي من الحالات الثلاثة سوف يعرض أسفل النافذة أزرار التنقل بين السجلات والمميزة لأداة البيانات والتي تعرفنا عليها من قبل، كما سيعرض أعلى النافذة عدد من الأزرار التي تستخدم لأداء عدة عمليات تخص البيانات. وتختلف هذه الأزرار صديق العزيز حسب طريقة العرض وحسب نوع مجموعة البيانات المستخدمة، والتي تحدد باختيار الزر المناسب لكل نوع من شريط الأدوات قبل فتح الجدول أيضا، حيث أن هذا الرمز يختار تيبل وهذا دايناسيت والثالث سنابشوت، وقد شرحنا معنى كل نوع من هذه الأنواع من قبل. إعادة تصميم جدول البيانات. باختيار الأمر ديزاين من القائمة المختصرة للجداول يتم فتح مربع حوار تيبل ستراكشر، والذي يعرض لنا تصميم الحقول التي تكون الجدول الحالي ومواصفات كل حقل منها، بالإضافة للفهارس المرتبطة بالجداول ومواصفات كل منها أيضا. ويتيح لنا هذا المربع تغيير بعض الحقول والفهارس وإن كان معظم المواصفات لا تكون قابلة للتغيير، كما يتيح لنا إضافة حقول جديدة أو حذف حقول موجودة وإضافة فهارس جديدة أو حذف فهارس موجودة من خلال الأزرار Add Field Remove Field Add Index Remove Index. ويتيح لنا أيضا طباعة تصميم الجدول بضغط زر Print Structure، وسوف نؤجل الحديث عن كيفية إنشاء وتعديل حقل جديد أو فهرس جديد لأننا سنتعرض له عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة.
إعادة تسمية جدول البيانات. يستخدم أمر رينيم من القائمة المختصرة لتغيير اسم الجدول تماما، كما يتم تغيير اسم أي ملف أو مجلد في مستكشف ويندوز. ويمكن أيضا الاستغناء عن هذا الأمر بنقر اسم الجدول بعد اختياره بالفأرة. حذف جدول البيانات. يستخدم الأمر ديليت من القائمة المختصرة لحذف الجدول تماما من قاعدة البيانات، وعند اختياره يعرض مربع حوار نعم ولا لتأكيد من حذف الجدول، وعند اختيار نعم يتم حذف الجدول تماما بما يحتويه من حقول وفهارس وبيانات. نسخ الجدول. يستخدم الأمر copy structure من القائمة المختصرة لعمل نسخة جديدة من أحد الجداول، ويمكن أن ترسل النسخة الجديدة لقاعدة بيانات أخرى أو توضع منها نسخة أخرى في نفس قاعدة البيانات ولكن باسم جديد. وعند اختيار هذا الأمر يفتح مربع حوار copy structure، والذي يعرض قائمة بأسماء الجداول الأخرى في قاعدة البيانات حتى نختار أيا منها للنسخ. وفي خانة DB Target ندخل اسم قاعدة البيانات التي ستحتوي على النسخة الجديدة من الجدول المنسوخ، ويمكن إدخال اسم قاعدة البيانات الحالية، ولكن هذا سيعني ضرورة تسمية الجدول الجديد باسم جديد. وإذا اخترنا صندوق اختيار Index Copy فهذا يعني نسخ فهارس الجدول معه، وإذا اخترنا صندوق Copy Data فهذا معناه نسخ الجدول بما فيه من سجلات وبيانات. أما إذا تركناه خاليا فيعني نسخ تصميم الجدول خاليا من البيانات. فمثلا نختار جدول تايتل ونكتب اسم قاعدة البيانات الحالية bablo.mdb، ثم ننقر زر OK. عند ذلك يمكن أن يظهر مربع حوار يخبرنا بأن هناك جدول بنفس الاسم في قاعدة البيانات، فهل نريد أن نمسحه ليحل محله الجديد؟ فنختار لا. عند ذلك سيظهر مربع حوار آخر يسألنا عن اسم جديد للجدول الجديد، فندخل مثلا New Titles ثم ننقر OK. عند ذلك سيخبرنا مدير البيانات بأن عملية النسخ قد تمت بنجاح، ثم يعود مرة أخرى لمربع حوار Copy Structure لنستخدمه في نسخ جدول آخر إذا أردنا ذلك. والآن ننقر زر كلوز، ثم نعود لنافذة داتابيز ويندوز، ويمكن أن نجد أسماء الجداول كما هي لم تتغير. إذن فأين ذهب الجدول الجديد؟ ننقر الزر الأيمن للفأرة في أي مكان في النافذة لتظهر القائمة المختصرة، فنختار منها Refresh List، وهذا الأمر يقوم بعرض القائمة مرة أخرى مع إظهار أي تعديل فيها. لقد ظهر الجدول الجديد الذي إن فتحناه بالأمر Design فسنجده مطابقا للجدول Title، ولكن إن فتحناه بالأمر Open فسوف نجده خاليا من السجلات تماما بعكس Title والذي يحتوي على عدد ما من السجلات. وهذا يعني أن مدير البيانات قد نسخ فقط تصميم الجدول وليس بياناته. إضافة جدول أو استعلام. نستخدم آخر عنصرين في القائمة المختصرة للجداول وهما New Table و New Query لإنشاء جدول جديد أو استعلام جديد، وسوف نتعرض لهاتين العمليتين عند الحديث عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة. القائمة المختصرة للاستعلامات. تحتوي القائمة المختصرة للاستعلامات على نفس الأوامر التي تحتويها القائمة المختصرة للجداول، ولكن الأمر ديزاين بالطبع سيكون مختلفا، حيث أنه يعرض جملة SQL التي تنفذ الاستعلام في نافذة SQL Statement حتى يتاح لك تعديلها مباشرة، كما أن أمر Copy Structure غير موجود بالطبع مع الاستعلامات. ما عدا ذلك فإن الأوامر تؤدي نفس الأعمال كما في القائمة المختصرة للجداول.
وظائف قواعد البيانات. مقدمة: تحتوي قائمة فايل في مدير البيانات على عدة أوامر تستخدم لأداء وظائف تخص قاعدة البيانات ككل، وفي الدروس التالية صديقي العزيز سوف نستعرض هذه الأوامر واستخدام كل منها. فتح قاعدة بيانات: الاختيار الأول في قائمة فايل هو Open Database، ويتضح من اسمه أن وظيفته هي فتح قاعدة بيانات، وباختيار هذا الأمر تظهر قائمة متفرعة منه تحتوي على أنواع قواعد البيانات التي يمكن لمدير البيانات أن يتعامل معها، وهي بوكس برو، دي بيز، مايكروسوفت أكسس، أو تي بي سي، تكست فايلز، إكسل، بارادوكس. وعند اختيار أحد الأنواع الثلاثة التي يظهر أمامها سهم للخارج وهي بارادوكس، بوكس برو، دي بيز، سوف تعرض قائمة بإصدارات تلك النظم حتى نستطيع تحديد نوع قاعدة البيانات المطلوب فتحها بدقة. وبعد تحديد نوع قاعدة البيانات من تلك القائمة والقوائم التي تتفرع منها، يقوم مدير البيانات بفتح مربع حوار فتح ليبحث معك عن الملفات التي تضم هذه النوعية من قواعد البيانات. وعند اختيار أحد قواعد البيانات ونقر زر فتح، ستجد مكونات قاعدة البيانات أصبحت ماثلة أمامك، وأمامك الآن الفرصة للتعامل معها كما رأيت من قبل. إنشاء قاعدة بيانات: الاختيار الثاني في قائمة فايل هو نيو، ويستخدم لإنشاء قاعدة بيانات من نفس الأنواع التي من الممكن فتحها، مع إضافة تحديد رقم إصدار لقواعد بيانات أكسس، ومع حذف إمكانية إنشاء ملفات إكسل. ومن الممكن إنشاء قاعدة بيانات تنتمي إلى أي نوع من هذه الأنواع باستخدام مدير البيانات، ولكننا لا ننصح باستخدام مدير البيانات لإنشاء قواعد بيانات من نوع آخر غير مايكروسوفت أكسس، بل من الأفضل أن تقوم بإنشاء تلك الأنواع من قواعد البيانات من برامجها الأصلية. وإذا كانت برامجها غير متوفرة لدينا، فما الداعي إذن لاستخدامها من الأصل؟ أليس من المنطقي أن تستخدم قاعدة بيانات جيت إنجن والتي يعتمدها فيجوال بيزك؟ ولإنشاء قاعدة البيانات الإصدار 7 نختار مايكروسوفت أكسس، ومن القائمة الفرعية نختار فيرجن 7. وعند ذلك سيفتح لنا مدير البيانات مربع حوار سيف أز لإعطاء اسم لقاعدة البيانات قبل إنشائها، فنعطيها مثلا اسم كومباني، ثم ننقر زر حفظ. عند ذلك سيعود بنا مدير البيانات لواجهته الرئيسية ويظهر في نافذة داتابيز ويندو قاعدة البيانات الجديدة والخالية تماما من الجداول ومن الاستعلامات، وبالتالي لا يظهر لها مكونات سوى بروباريتيز والذي يحمل خصائصها. ولكي نبدأ بتحميل بيانات في قاعدة البيانات، لا بد أن ننشئ بها جداول، وهذا ما سنفعله في الدرس التالي. إضافة جدول لقاعدة البيانات: رأينا كيف قام مدير البيانات بإنشاء قاعدة البيانات بلا جداول، ونحن نعلم أن قاعدة البيانات بلا جداول هي قاعدة بيانات بلا فائدة، ولذلك سوف نفتح القائمة المختصرة ونختار منها الأمر New Table لإنشاء جدول جديد. عند ذلك سيفتح لنا مربع حوار Table Structure والذي رأيناه من قبل، وفي خانة Table Name سنكتب اسم الجدول الجديد Personal، ثم ننقر زر Add Field والذي يفتح لنا مربع حوار Add Field، وفي هذا المربع سوف نقوم بإدخال خصائص الحقل الأول في الجدول. في خانة Name ندخل اسم الحقل، وفي خانة Type نحدد نوع الحقل من بين الأنواع المعروضة وهي Boolean، بيان منطقي يحتمل نعم أو لا، بايت بيان رقمي يحتمل رقما موجبا من 0 حتى 255، انتجر عدد صحيح يحتمل قيمة من 32767 سالبا أو موجبا.
لونج، عدد صحيح يحتمل قيمة من مليارين سالبا حتى موجب مليارين. كرنسي، عدد يعبر عن عملة يحتمل 15 رقما قبل العلامة وأربعة بعدها. سنجل، عدد به كسور من سالب 3 و4 من 10 في 10 أس 48 حتى موجب 1.4 من 10 في 10 أس 38 وستة أرقام بعد العلامة. ومعنى 10 أس 48 أو 10 أس 38 أي 1 وبعده 48 صفرا أو 38 صفرا، وهو بلا شك عدد كبير جدا. دبل، عدد به كسور يحتمل قيمة من سالب 4.9 من 10 في 10 أس 324 أو نفس العدد الموجب و14 رقما بعد العلامة. ديت، تايم، ويحتوي على تاريخ أو وقت. تكست، نص يصل حجمه إلى 255 حرفا. باينري، يحتوي على بيانات يمكن أن يصل حجمها إلى 1.2 من 10 جيجا بايت، وغالبا ما تكون صور أو وثائق من نوع ما، ويسمى هذا النوع في مايكروسوفت أكسس OLE Object أي كائن مدرج أو مضمن. ميمو، نص كبير مثل فصل في كتاب أو عدة صفحات من النصوص. في خانة سايز يمكنك تحديد حجم الحقل النصي تكست. لاحظ أن مدير البيانات يدخل لك قيمة افتراضية يمكنك بالطبع تغييرها. لاحظ أيضا أن حجم الحقول الرقمية ثابت، فالنوع بايت يحتل 1 بايت، والنوع سنجل يحتل 4 بايت، والنوع دبل يحتل 8 بايت، والنوع انتجر يحتل 2 بايت، والنوع لونج يحتل 4 بايت، والنوع كرنسي يحتل 8 بايت. ويمكنك تحديد هل تريد الحقل ثابت الطول فيكسد فيلد أو متغير الطول variable field، وذلك في حالة الحقول النصية. يمكنك كذلك إنشاء حقل عدد سجلات مشابه لما ينشئه أكسس اختياريا في معظم جداوله، وذلك باختيار نوع الحقل long واختيار صندوق auto increment field، وهذا الحقل يأخذ قيمة تبدأ من 1 لأول سجل وتبدأ في الزيادة 1 مع إضافة كل سجل ولا يمكن تعديلها. يمكن اختيار صندوق Allow Zero Lens حتى نجعل الحقل النصي سواء كان تكست أو ميمو يحتمل أن يكون خاليا تماما. ويمكن اختيار صندوق Required حتى يكون الحقل لازما لإكمال السجل، وفي هذه الحالة لن يقبل أي سجل إذا هذا الحقل خاليا. وفي خانة Ordinal Position يمكن إدخال تركيب هذا الحقل ضمن الحقول الأخرى، وفي خانة Validation Text يمكن إدخال رسالة تظهر للمستخدم عندما يدخل قيمة غير مقبولة في هذا الحقل، وتكون هذه الرسالة في الغالب نصيحة لإرشاد المدخل. ومن خلال خانة Validation Rule نحدد القيم المقبولة في هذا الحقل، ومن خلال خانة Default Value يمكن إدخال قيمة افتراضية للحقل بحيث تعرض للمستخدم عند إضافة سجل جديد. وفي هذه الحالة صديقي العزيز يمكن للمستخدم أن يتركها كما هي أو يغيرها، وبعد نقر زر OK ستجد الحقل الذي أدخلته قد أصبح مدرجا في قائمة Field List في مربع حوار Table Structure، ولكن سيظل مربع Add Field مفتوحا لعلك تريد إنشاء حقل جديد. وبعد الانتهاء من إدراج كافة الحقول تنقر زر Close لتعود مرة أخرى لمربع حوار Table Structure، والذي يمكنك من خلاله التنقل بين حقول الجدول وتعديل بعض خصائصها القابلة للتعديل، كما يمكنك حذف أحد الحقول تماما. إنشاء فهرس لجدول. الجزء الأسفل من مربع حوار Table Structure يتناول الفهارس المرتبطة بالجدول، وحاليا لا يوجد فهارس في الجدول الحالي،
ولإنشاء فهرس نقوم بنقر زر Add Index فيفتح مربع حوار Add Index 2 وفيه نقوم بتعريف خصائص الفهرس الجديد والذي سيرتبط بالجدول الحالي وسيقوم بترتيب سجلاته على أساس أحد حقول الجدول والمعروضة في قائمة Available Fields ويمكن من خلال تلك القائمة اختيار أحد الحقول لإدراجه داخل قائمة Indexed Fields والتي تحتوي على الحقول التي سيتم ترتيب البيانات على أساسها في هذا الفهرس وفي خانة نيم يتم إدخال اسم للفهرس الجديد وباختيار صندوق Primary نخبر Visual Basic بأن هذا الفهرس هو الفهرس الرئيسي لهذا الجدول وعن طريق صندوق Unique نخبر Visual Basic بأن هذا الفهرس ينبغي ألا يقبل أكثر من قيمة واحدة للحقل المختار فمثلا عندما نختار حقل نيم ونختار صندوق يونيك فلن يقبل الفهرس وجود أكثر من سجل كل منهم له نفس القيمة وبالتالي فعند حدوث ذلك سيقبل أول سجل ويعتبر الآخر غير موجود وباختيار إجنور نل فإننا نخبر الفهرس باستبعاد السجلات التي فيها قيمة حقل أو حقول الفهرس خالية ومعنى ذلك أننا عند استخدام الفهرس لن نستطيع استعراض هذه السجلات وكأنها ليست ضمن الجدول وبعد نقر زر OK سنجد الفهرس قد أدرج في قائمة Index List ومع ذلك يظل مربع حوار Add Index 2 مفتوحا لعلك تريد إنشاء فهرس جديد وهكذا حتى تنقر زر كلوز فيعيدك إلى مربع حوار Table Structure والذي يتيح لك التنقل بين الفهارس وتعديل بعض خصائصها القابلة للتعديل كما يتيح لك حذف أحد الفهارس باختياره ثم نقر زر Remove Index وبعد الانتهاء من إنشاء جميع حقول وفهارس الجدول ننقر زر Build the Table ليقوم مدير البيانات بإنشاء الجدول وإغلاق مربع حوار Table Structure والعودة لنافذة Database Window لتجد الجدول الجديد مدرجا ضمن قاعدة البيانات الجديدة ويمكننا الآن استعراض خصائصه وحقوله وفهارسه تماما كما عرفنا من قبل وبنفس الطريقة يمكن إنشاء كل جداول قاعدة البيانات وفهارسه عن طريق اختيار New Table من القائمة المختصرة ولكن لاحظ صديقي العزيز أن نقر زر Close بعد انتهاء العمل في مربع حوار Table Structure بدون نقر Build the Table سيعني ضياع العمل الذي قمت به ولذلك يعرض لك مدير البيانات رسالة تحذيرية عند نقر هذا الزر إضافة استعلام لقاعدة البيانات كان يتم اختيار New Table من القائمة المختصرة لنافذة Database Window لإنشاء جدول جديد في قاعدة البيانات يتم اختيار New Query من نفس القائمة لإنشاء استعلام جديد في قاعدة البيانات ولا يتاح إنشاء استعلام جديد في قاعدة البيانات ما لم تكن تحتوي على جداول والآن بعد أن أنشأنا الجداول يمكننا أن نقوم بإنشاء استعلام فنختار New Query ليفتح لنا مربع حوار Query Builder أو منشئ الاستعلامات والذي يساعدنا في إنشاء الاستعلام مهما كان مركبا أو معقدا بدون الحاجة لمعرفة أي شيء عن لغة SQL التي يستخدمها هو لتنفيذ الاستعلام أي أن مربع حوار Query Builder الذي سوف نراه أمامنا سيقوم ببناء جملة SQL بناء على القيم التي سندخلها في خاناته المختلفة أول شيء هنا هو اختيار الجدول أو الجداول التي سيضمها الاستعلام الجديد وذلك من خلال قائمة Tables والاختيار جدول ننقر على اسمه بالفأرة فتوضع عليه علامة زرقاء تدل على أنه قد تم اختياره ويمكن إلغاء الاختيار وإخفاء العلامة بالنقر عليه مرة أخرى وفور اختيار الجدول سوف توضع كل حقوله في قائمة Fields to Show أي الحقول التي سيتم عرضها في الجدول الذي يخرجه هذا الاستعلام
ويمكن بالطبع النقر على أي حقل لا تريد ظهوره لإلغاء اختياره. والآن إن لم نكن نريد استعراض كافة السجلات من الجداول التي سنختارها، فسيكون علينا أن نحدد شرطا أو أكثر لتنطبق عليه السجلات المطلوبة من الاستعلام. وشرط الواحد أو كما يطلق عليه هنا كرايتيريا يتكون من 3 أجزاء تحدد في صناديق السرد العلوية، وهي Field Name، Operator، Value. فمثلا لتحديد شرط أن حقل المرتب لابد أن يكون أكبر من 500 في السجلات التي سيضمها هذا الاستعلام، فنختار من قائمة Field Name حقل Salary، ومن خانة Operator علامة أكبر من، ومن خانة Value نكتب 500. وبذلك نكون قد كوننا شرطا. ولإضافة شرط جديد ننقر زر Add into Criteria أو زر Or into Criteria، وكل منهما يحدد نوعا مختلفا للعلاقة التي ستربط الشرط الجديد بالشرط القديم. فإذا اخترنا الأول فهذا يعني أن الاستعلام سيعرض فقط السجلات التي يتحقق فيها الشرطان معا، أما إذا اخترنا الثاني فهذا يعني أن الاستعلام سيعرض السجلات التي يتحقق فيها أحد الشرطين. وهذا الفرق بين تعبير Add و Or. Add يعني تحقيق الشرطين معا، Or يعني تحقق أي منهما. وفور نقر أي منهما سيظهر الشرط الأول في قائمة Criteria والموجودة في الجزء السفلي من مربع الحوار، وعند كتابة الشرط الثاني ونقر أحد الأزرار أيضا سيظهر الشرط الثاني تحته، ويبدأ بالمعامل الذي استخدمناه للربط بين الشرطين إما AND أو OR. وإذا أردنا الاطلاع على القيم الموجودة في أحد الحقول قبل كتابة قيمة في خانة Value يمكننا نقر زر List Possible Values ليعرض لنا القيم الموجودة بالفعل الآن لتساعدنا في اختيار قيمة مناسبة. ويمكننا أثناء تعريف الاستعلام تحديد حقل معين يتم على أساسه تجميع كل مجموعة سجلات تتشابه في هذا الحقل، وذلك باختيار الحقل من قائمة Group By. كما يمكننا اختيار حقل يتم على أساسه ترتيب السجلات عند عرضها من خلال قائمة Order By، ويتم تحديد طرق الترتيب تصاعديا أو تنازليا من خلال زر اختيار ACC بمعنى Ascending أو تصاعدي، أو اختيار DESC بمعنى Descending أي تنازلي. وعند استخدام أكثر من جدول في الاستعلام يكون من الضروري تحديد أكثر من رابطة بين تلك الجداول، ولعمل الرابطة ننقر زر Set Table Join فينفتح لك مربع حوار Join Table، والذي يعرض لك قائمة بالجداول التي أدرجتها في الاستعلام، وعنوان القائمة Select Table Pair ومعناها اختر زوجا من الجداول، وبجانب هذه القائمة قائمتان خاليتان تحت عنوان Select Fields to Join On أو اختر حقولا للربط اختر من Select Fields to Join On أو اختر حقولا للربط. اختر من القائمة الأولى جدولين تظهر حقول أي منهما في أحد القائمتين، وتظهر حقول الآخر في القائمة الأخرى. عند ذلك عليك أن تختار حقل من كل قائمة ليكون هما صلة الوصل بين الجدولين، ثم تنقر زر Add Join to Query أو أضف الرابطة إلى الاستعلام لتظهر تلك الرابطة فورا في القائمة التي تقع تحت زر Set Table Join، ويظل مربع حوار Join Table مفتوحا لعلك تريد إنشاء رابطة أخرى بين جدولين آخرين. ويمكننا أيضا أن ننقر زر Clear All Join لإلغاء كل الروابط التي أنشأناها، وفي نهاية عملنا ننقر زر Close لنعود مرة أخرى لمربع حوار Query Builder. وبذلك نكون قد أنشأنا الاستعلام بالكامل وحددنا جميع الشروط المطلوبة فيه والحقول التي سيعرضها. ولكن هل نريد منه عرض كل السجلات التي ينطبق عليها، أم نريد فقط أن يعرض عينة منها؟ إن كنا نريد عرض عدد محدد فقط من السجلات علينا أن نذكر هذا العدد في خانة Top in Value. فمثلا نكتب 10
ليعرض أول 10 سجلات ينطبق عليها فقط، أو 20 ليعرض أول 20 وهكذا. وإذا أردنا عرض نسبة معينة من السجلات، مثلا 10% من العدد الإجمالي، فنكتب 10 في خانة top in value، ثم نختار صندوق top percent، ليعلم مدير البيانات أننا نريد عرض 10% فقط وليس 10 سجلات فقط. والآن أصبح الاستعلام جاهزا للتنفيذ، ويمكننا تنفيذه بنقر زر run، والذي يعرض لنا رسالة لنحدد من خلالها هل هذا الاستعلام باسترو كويري أم لا. وباختيار لا يظهر الاستعلام فورا جميع السجلات التي تحققه في نافذة مشابهة لنافذة استعراض جدول التي رأيناها من قبل. ويمكن بنقر زر شو الاطلاع على جملة SQL التي تعبر عن هذا الاستعلام، وبنقر زر كوبي نقوم بنسخ الاستعلام كي نقوم بلصقه في نافذة الكود مثلا. أما زر ريسيف فيقوم بحفظ الاستعلام بعد إعطائه اسما يعرف به، وزر كلير يقوم بمسح ما حددناه من شروط واختيارات حتى نقوم بتعريف استعلام جديد. أما زر كلوز فيقوم بإغلاق مربع حوار كويري بيلدر ويعود بنا لمدير البيانات مرة أخرى. إغلاق قاعدة البيانات. بعد أن ننتهي من التعامل مع أحد قواعد البيانات، نقوم بإغلاقها باستخدام الأمر close من قائمة فايل، والذي يقوم بإغلاق جميع نوافذ البرنامج. تبادل الجداول بين قواعد البيانات. يمكننا أن نقوم بنسخ جدول من أحد قواعد البيانات لقاعدة بيانات أخرى، وذلك باستخدام الأمر import export من قائمة file، والذي يقوم بفتح مربع حوار import export، والذي يعرض قائمة بكل جداول قاعدة البيانات، ويتيح لنا اختيار أيا منها أو إلغاء اختيار أيا منها بالنقر بالفأرة على الجدول المطلوب. ولنسخ جدول لأحد قواعد البيانات الأخرى نختار الجدول المطلوب نسخه من القائمة، ثم ننقر زر export table، فيفتح لنا اكسبورت تيبل، والذي يعرض لنا قائمة بأنواع قواعد البيانات التي يمكن أن ننسخ منها جداول. مثلا نختار Access MDB وننقر زر OK، فيفتح لنا مربع حوار حفظ باسم للوصول لقاعدة البيانات المطلوب نسخ جداول إليها، أو كتابة اسم قاعدة بيانات جديدة ستحتوي مبدئيا على الجدول المنسوخ فقط. ثم ننقر زر حفظ، فنجد أمامنا هذا المربع الصغير الذي يطلب منا التأكد من عملية export. وعندما ننقر زر OK سيقوم مدير البيانات بإتمام العمل ويخبرنا أن العملية قد تمت بنجاح. وإذا قمنا بإغلاق مربع حوار import export بنقر زر close، ثم فتح قاعدة البيانات التي نسخنا عليها الجدول authors منذ قليل، فسوف نجده مدرجا في نافذة database window كأحد مكونات قاعدة البيانات، وهو الآن منقطع الصلة بالجدول الأصلي في قاعدة البيانات الأصلية. ويمكننا أيضا باستخدام الأمر import export نسخ أحد الاستعلامات بنقر زر export SQL result، ولكن مع ملاحظة أن نتيجة الاستعلام هي التي ستنسخ وتوضع في قاعدة البيانات الجديدة على هيئة جدول، ويسمى بنفس اسم الاستعلام المنسوخ. أما إذا أردنا نسخ أحد الجداول من قاعدة البيانات الأخرى إلى قاعدة البيانات المفتوحة حاليا، فننقر زر import
والذي يسمح لنا باختيار نوع قاعدة البيانات أولا أيضا، ثم يتيح لنا اختيار قاعدة البيانات التي تحتوي على الجدول المطلوب من خلال مربع حوار فتح. وبناء على قاعدة البيانات التي نختارها، يقوم مدير البيانات بعرض قائمة الجداول التي تحتويها لاختيار أحد الجداول، ثم ننقر زر Import ليقوم مدير البيانات بضم الجدول المطلوب لقاعدة البيانات الحالية. اختبار أسماء وحقول المستخدمين. إذا كنت مسؤولا عن إدارة شبكة كمبيوتر وتقوم بتحديد حقول المستخدمين وكلمات مرور لهم، فيمكنك أن تستخدم الأمر Workspace من قائمة فايل للدخول باسم مستخدم آخر لاختبار كلمات المرور وحقوق المستخدمين. الاطلاع على الأخطاء التي حدثت مؤخرا. عندما يحدث أي خطأ في التعامل مع جيت إنجن، يقوم بإرسال رسالة خطأ إلى مدير البيانات، والذي يقوم بتسجيل نوع الخطأ الذي حدث ورقمه في جدول. وإذا أردنا الاطلاع على جدول الأخطاء، نستخدم الأمر Errors من قائمة File. وإذا ظل جدول الأخطاء معروضا وحدث خطأ ما ولم يظهر في الجدول، نقوم بنقر زر Refresh، والذي يظهر الأخطاء الحديثة التي لم تكن ظاهرة. التخلص من الفراغ في قاعدة البيانات. يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على أجزاء خالية غير مستغلة بالفعل، مع أنها تحتل حيزا من وحدة التخزين. وللتخلص من تلك المساحات الخالية في قاعدة بيانات من نوع مايكروسوفت أكسس، نستخدم الأمر Compact MDB من قائمة فايل، والذي يسألنا عن رقم إصدار قاعدة البيانات المراد ضغطها، وبعد اختيار أحد الإصدارات يعرض لنا مربع حوار فتح لاختيار قاعدة البيانات المطلوب ضغطها، وبعد اختيار ملف قاعدة البيانات يعرض لنا مربع حوار حفظ بس لكتابة اسم قاعدة البيانات المضغوطة، والتي ستكون نسخة طبق الأصل من الأولى ولكنها خالية من المساحات الغير مستغلة. وبإدخال الاسم الجديد ونقر زر حفظ، يسألنا مدير البيانات إذا كنا نريد تشفير قاعدة البيانات أثناء ضغطها أم لا، ثم يقوم بالعمل ويسألنا عن رغبتنا في فتح قاعدة البيانات المضغوطة أم لا. وإذا انتقلنا لمستكشف ويندوز لنكشف الفرق بين قاعدة البيانات العادية وقاعدة البيانات المضغوطة، سنعرف فائدة هذا الأمر Compress MDB. إصلاح قاعدة البيانات. يمكن أن يحدث خطأ في قاعدة البيانات نتيجة انقطاع التيار أو عطل في وحدة التخزين أو أي شيء آخر. وعندما تقوم بفتح قاعدة البيانات التالفة، سوف ترفض البرامج المختلفة التعامل معها ولن تفهمها، ومنها برنامج مدير البيانات نفسه. ويعرض عليك مدير البيانات إصلاح قواعد بيانات أكسس، ذلك عن طريق الأمر Repair MDB.
وظائف قاعدة البيانات من الكود. معظم الأوامر التي رأيناها هنا هي في حقيقتها طرق (methods) لعنصر محرك البيانات DB Engine، ويمكن استدعاؤها جميعا عن طريق الكود في برنامج Visual Basic، وهي DB Engine Create Database، DB Engine Errors، DB Engine Open Database، DB Engine Create Workspace، DB Engine Compact Database، DB Engine Repair Database. وهناك طرق أخرى غير خدمات مدير البيانات. تحتوي قائمة يوتيليتي على مجموعة أدوات تؤدي فوائد لا غنى عنها للتعامل مع قواعد البيانات، مثل إنشاء الاستعلامات ونماذج الإدخال وغير ذلك من الوظائف التي سنتعرض لها في الدروس القادمة. إنشاء الاستعلامات عن طريق الأمر Query Builder من قائمة يوتيليتي، نقوم بفتح مربع حوار Query Builder الذي رأيت من قبل كيف يمكن باستخدامه إنشاء الاستعلامات. إنشاء النماذج عن طريق الأمر Data Form Designer من قائمة Utility، تقوم بفتح مصمم نماذج البيانات والذي يظهر من خلال مربع حوار عنوانه Data Form Designer، ويحتوي على خانة لإدخال اسم النموذج الجديد وقائمة بعنوان Record Source، نختار منه الجدول الذي سنصمم له نموذج الإدخال، فتعرض لنا قائمة Available Fields جميع حقول هذا الجدول. وإذا قمنا باختيار جدول آخر من قائمة Record Source سوف تدرج حقوله هي الأخرى في قائمة Available Fields، مما يتيح لنا إنشاء نموذج لأكثر من جدول. وباستخدام ذلك السهم نقوم بوضع الحقل الذي يقع عليه المؤشر في قائمة Included Fields، والتي تحتوي على الحقول التي قررنا أن نضيفها للنموذج، ويختفي الحقل من قائمة Available Field حالا. وبنقر السهم العكسي نخرج الحقل المختار من قائمة Included Field ليعود مرة أخرى ويظهر في قائمة Available Fields، وباستخدام هذا الزر ننقل جميع الحقول. أما هذا الزر فيلغي اختيار جميع الحقول، وبعد الانتهاء من تحديد الحقول ننقر زر Build the Form أي ابن النموذج، ليقوم مدير البيانات ببناء النموذج وتعود خانته خالية لإنشاء نموذج آخر، وهكذا حتى ننقر زر Close فيغلق مربع حوار Data Form Designer. الاستفادة من النموذج: يقوم مصمم النماذج في مدير البيانات بإضافة النموذج الجديد للمشروع الحالي في بيئة Visual Basic. وإذا عدنا لVisual Basic سنجد أن النموذج بالفعل قد أصبح جزءا من المشروع، وقد قام مدير البيانات بتصميم الحقول والعناوين بشكل بسيط ومباشر، يمكننا بعد ذلك تناوله بالتعديل كما قام بإضافة أداة بيانات وربطها بقاعدة البيانات المطلوبة، وقام بربط كل حقل بالطبع بالأداة المقابلة له، كما أضاف للنموذج المفاتيح الأساسية لعمليات البيانات من إضافة وحذف وتعديل. ومما لا شك فيه أن هذا النموذج وفر علينا وقتا وجهدا كبيرين، وأتاح لنا فرصة أكبر للاستفادة من وقتنا في أشياء أخرى. تعديلات شاملة للبيانات: لإجراء تعديل في مجموعة كبيرة من السجلات بأمر واحد نستخدم الأمر Global Replace من قائمة Utilities، والذي يفتح مربع حوار Global Replace. ويحتوي هذا المربع على قائمتين: واحدة تعرض جداول قاعدة البيانات الحالية، والأخرى تعرض حقول الجدول الذي يقع عليه المؤشر. ولتغيير قيمة أحد الحقول وليكن مثلا حقل Price من جدول Titles، نختار الجدول أولا من قائمة الجداول، ثم نختار الحقل من قائمة الحقول، ثم ندخل القيمة التي نريد إدخالها في هذا الحقل ولتكن 100. والآن إذا قمنا بنقر زر OK سيقوم البرنامج بإحلال حقل Price في كل سجلات جدول Titles بالقيمة 100. أما إذا أردنا تنفيذ ذلك فقط على بعض السجلات دون الأخرى، مثلا السجلات التي لها حق برايس أقل من 100، فنكتب هذا الشرط في خانة كرايتيريا ونكتبه هكذا: titles.price أقل من 100.
والآن فلتعد لجدول تايتلز لتتأكد بنفسك أن حقل برايس قد أصبحت قيمته 100 في كل السجلات التي كانت قيمته فيها أقل من 100. التعامل مع جدول من خارج قاعدة البيانات. يتيح مدير البيانات لنا أن نتعامل مع أي جدول من أي قاعدة بيانات أخرى وكأنه أحد جداول قاعدة البيانات الحالية، وذلك من خلال عمل attachment بمعنى حجز. فعن طريق الأمر attachments من قائمة utility يقوم مدير البيانات بفتح مربع attachments والذي يعرض لك قائمة بالattachments الموجودة الآن، ويسمح لك عن طريق زر نيو أن تضيف واحد جديد. ولكي نعرف كيف يحدث ذلك ننقر زر نيو فيفتح لنا مربع حوار نيو اتاتش تيبل، والذي يتيح لنا تعريف اتاتشمنت جديد بإدخال اسم له في خانة اتاتشمنت نيم، وإدخال اسم قاعدة البيانات التي يوجد بها الجدول في خانة داتابيز نيم مع إدخال مسارها أيضا، واختيار نوع قاعدة البيانات تلك من قائمة كونكت سترينج، واختيار أحد جداول قاعدة البيانات التي حددناها من قائمة Table to Attach. عند ذلك سوف يصبح الجدول المختار كأنه أحد جداول قاعدة البيانات الحالية تماما، ويمكننا الاطلاع عليه والتعامل معه كأي من جداول قاعدة البيانات. ولكن لاحظ أنه ما زال جزءا من قاعدة البيانات الأصلية التي أشرنا إليها أثناء تعريف Attachment، ولاحظ أيضا الفرق بين هذا وبين عمل اكسبورت او امبورت، حيث يتم عمل نسخة جديدة من الجدول لتصبح جزءا لا يتجزأ من قاعدة البيانات الحالية منقطعة الصلة بقاعدة البيانات الاصلية. ولاحظ ايضا ان الاسم الذي تم ادخاله في خانة attachment name هو الذي يستخدم للاشارة للجدول في نافذة database window وليس اسم الجدول الحقيقي. إدارة حقوق مستخدمي قاعدة البيانات. من الأمور الهامة التي تشغل أي مدير شبكة كمبيوتر حماية قواعد البيانات من المتطفلين أو غير المتخصصين، وحماية البيانات السرية التي لا يسمح للوصول إليها إلا لمن له الحق في ذلك. ومن أجل حماية البيانات Data Security يتم تقسيم المستخدمين إلى مجموعات، وكل مجموعة لها حقوق معينة وأماكن معينة يحق لهم الوصول إليها، وأماكن أخرى يمنعون من الوصول إليها، ويعطى لكل مستخدم اسم يحدد عن طريقه حقوقه هو الآخر وأسماء المجموعات التي ينتمي إليها هذا المستخدم، ويتمتع بالحقوق الخاصة بها، ولا يسمح له بالدخول لشبكة المعلومات والوصول للبيانات إلا بعد إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به. ويتيح لك مدير البيانات تحديد خصائص مجموعات المستخدمين وأسمائهم وتحديد حقوقهم في الوصول لقاعدة البيانات عن طريق الأمر Groups Users من قائمة Utilities، والذي يفتح مربع حوار Groups Users Permissions لتحديد ما يجوز لكل مستخدم أو مجموعة عمله بخصوص قاعدة البيانات وما لا يجوز. كما يتيح هذا المربع إضافة مستخدم جديد أو مجموعة جديدة من المستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن تلك الوظيفة لكي تعمل ينبغي تعريف ملف أمن لقواعد البيانات Security File، والذي تتيحه لنا مايكروسوفت ويسمى دائما System.md وبعدها حرف ثالث، ويتم تعريفه من خلال الأمر System.md question mark من قائمة Utilities، والذي يعرض مربع حوار فتح لإتاحة الوصول لاختيار الملف System.md question mark. إدارة تعاملات البيانات. يمكن لأحدنا أن يقوم بإحداث خسارة كبيرة في قاعدة البيانات عند تنفيذ أحد الإجراءات، ولكي نتجنب ذلك أضاف مدير البيانات ثلاثة أيقونات هامة في شريط الأدوات لإدارة تعاملات البيانات Data Transaction. فإذا كنت عازما على إجراء بعض التعديلات في قاعدة البيانات فقم بنقر الرمز الأول وهو Begin Transaction،
والذي يستخدم لإعلام مدير البيانات أنك عازم على إجراء بعض التعديلات في قاعدة البيانات، وعليه أن يراقبها، وبعد نقر هذا الرمز يصبح الرمزين الآخرين متاحين للاختيار بعد أن كان غير متاحين، ويصبح الرمز الأول Begin Transaction غير متاح. ويمكنك الآن إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات والاطلاع على نتيجة التغيير. فإن كان مرضيا لك وتريد حفظ قاعدة البيانات بهذا الشكل، فيمكنك نقر زر Commit Transaction، والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات فعليا ولا رجعة في ذلك. أما إذا كانت الإجراءات التي نفذتها قد أدت لحدوث نتائج غير مرضية، فيمكنك فورا التراجع عنها كأنها لم تكن، وذلك باستخدام الأمر Rollback Transaction. صديقي العزيز، نسترح قليلا ونلتقي سويا في فصل جديد. عناصر البيانات مقدمة. كما علمنا في الجزء الأول، يعتمد Visual Basic على مفهوم البرمجة الشيئية Object Oriented Programming، وعرفنا أن البرنامج في Visual Basic يتكون من مجموعات من الأشياء أو العناصر Objects، وأن لكل Object له مجموعة من الخصائص Properties والطرق Methods، ويمكن أن تقع له أحداث Events. وتعرفنا على أنواع من العناصر التي تتكون منها التطبيقات مثل النوافذ والأدوات. والآن نتعرف على نوع جديد من العناصر، وهي عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects، حيث أن قواعد البيانات وأجزاؤها كما سنعرف بعد قليل كل منهم عبارة عن Object يمكن أن نغير من خصائصه ونستخدم طرقه لأداء عمليات مختلفة تتناول البيانات. ويمكننا من خلال تطبيقات Visual Basic أن نتعامل مع أكثر من نوع من عناصر البيانات. والآن وفي الدروس التالية سوف نتناول أنواع عناصر الوصول للبيانات، ونتعرف على استخدامات كل نوع وأهم خصائصه وطرقه. التجمعات Collections. عرفنا من قبل أن عناصر Visual Basic تحتوي غالبا على عناصر أخرى تتفرع منها في شكل شجري، وينطبق ذلك طبعا على عناصر الوصول للبيانات Data Access Object. فلكل عنصر من عناصر البيانات Data Object يحتوي داخله على عناصر أخرى يمكن الوصول إليها عن طريقه. أما ما نريد إضافته لمعلوماتك هو أن العناصر الفرعية من كل عنصر بيانات Data Access Object يمكن الوصول لها عن طريق التجمع الذي تقع فيه، حيث أن كل مجموعة عناصر فرعية متشابهة تتفرع من عنصر واحد تكون ما يسمى تجمع Collection. مثلا قاعدة البيانات هي عنصر من عناصر البيانات Data Access Object، وتحتوي داخلها على مجموعة كبيرة من العناصر التي تتفرع منها وتنتمي إليها، ولكن هذه العناصر ليست كلها ذات طبيعة واحدة، ولكنها تنتمي لتجمعات مختلفة Collections. فمثلا يتفرع من قاعدة البيانات عدة جداول Tables تمثل Collection، ويتفرع منها عدة علاقات بين الجداول Relations تمثل Collection آخر، ويتفرع منها عدة استعلامات Queries تمثل Collection ثالث. وهكذا نجد أن كل مجموعة من العناصر ذات طبيعة واحدة تقع داخل Collection. ومن الجدير بالذكر أنه كما يمكنك إجراء أحد الأوامر على عنصر من العناصر الفرعية التي تنتمي لأحد العناصر الأكبر، يمكنك كذلك إجراء أحد الأوامر على تجمع من العناصر ينتمي لعنصر أكبر. مثلا هنا نستخدم أحد طرق تجمع العلاقات Relations والتي تنتمي لعنصر البيانات الحالي My Database، وهي طريقة Delete. وعند تنفيذ هذا السطر General Delete Relations Private Sub Delete Relations Dim My Database As Database Set My Database Equal dbengine.opendatabasebooks.mdb mydatabase.delete
mydatabase.relations end sub. سوف يتم حذف تجمع العلاقات الموجودة داخل قاعدة البيانات تلك. هل يتم التخلص من جميع علاقات البيانات المشار إليها؟ عن طريق أمر واحد ينفذ على تجمع العلاقات collection of relations أو كما يطلق عليه relation collection. ويمكن التعرف على التجمعات التي تنتمي لأحد العناصر عن طريق القائمة التي يظهرها محرر الكود عند الإشارة لأحد العناصر. وتتميز التجمعات عن بقية العناصر والخصائص والطرق بأنها تنتهي بحرف S لأنها جمع. ومن الجدير بالذكر أن خصائص أي عنصر تنتمي هي أيضا للتجمع collections هو properties collections، يتيح لنا الوصول لكل خصائص العنصر دفعة واحدة. وفي الدروس القادمة صديقي العزيز سوف نتعرف على عناصر الوصول للبيانات data access objects، وسوف نتعرف على كل نوع من العناصر ونتعرف على فائدته واستخدامه، ثم نتطرق للحديث عن التجمعات collections التي تنتمي لهذا النوع من العناصر، وكذلك نتحدث عن خصائصه properties وعن طرقه methods. محرك قواعد البيانات. مقدمة. يعتبر جيت انجن اهم عنصر من عناصر قواعد البيانات في فيجوال بيسك، ويرمز له بالرمز دي بي انجن. وفي هذا المثال General Delete Relations Dim DBE as DB Engine Dim My Database as Database Set My Database equal dbengine.opendatabasebooks.mdb Set My Database equal dbe.opendatabasebooks.mdb Set My Database equal opendatabasebooks dot mdb end sub. نعرف متغيرا اسمه dbe ونحدد نوعه بأنه db engine، ونستطيع الآن أن نقوم بتغيير أي خاصية من خصائص jet engine أو نقوم باستدعاء أي طريقة من طرق jet engine عن طريق المتغير dbe. ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل يمكن أن يؤدى باستخدام الرمز db engine نفسه. إذا ما فائدة تعريف متغير نوعه عنصر DB Engine؟ فائدة ذلك هو الحصول على عنصر Object له جميع إمكانيات DB Engine، ولكنه يختلف في بعض الخصائص التي سوف نغيرها لنتحكم في سلوكه، وبالتالي يمكن إنشاء أكثر من عنصر كل منهم DB Engine وتغيير خصائص كل منهم لتناسب وظيفة معينة، وبالتالي تكون بيئة العمل كأنها تحتوي على أكثر من DB Engine واحد. وعنصر DB Engine هو العنصر الافتراضي الذي يستخدمه Visual Basic لتنفيذ أوامر قواعد البيانات حتى إن لم تشر إليه أنت في كتابة الأمر. فمثلا ترى أمامك الآن سطرين ينفذان نفس الأمر، وهو فتح قاعدة بيانات بواسطة طريقة Open Database، وهي أحد طرق DB Engine. وسواء كتبت DB Engine في بداية السطر أم لا، فإن Visual Basic سوف يستخدم العنصر DB Engine. تجمعات Jet Engine. يحتوي عنصر البيانات الرئيسي DB Engine، والذي يقع على قمة هرم عناصر البيانات Data Access Objects، على ثلاثة تجمعات من العناصر Object Collections. وهذه التجمعات Object Collections يحتوي كل منهم بدوره على عناصر أخرى من عناصر الوصول للبيانات Data Access Objects. أول تجمع يتفرع من DB Engine هو تجمع مساحات الاستخدام Workspace Collections، وهو يحتوي على أي مساحة عمل Workspace يتم تعريفها بواسطة البرنامج بالإضافة إلى عنصر مساحة العمل الافتراضية Default Workspace، والتي ينشئها Jet Engine بمجرد إنشاء عنصر البيانات الرئيسي DB Engine. وهذا التجمع Workspace Collections هو التجمع الافتراضي لعنصر DB Engine. أما التجمع الثاني المتفرع من DB Engine فهو Error Collection،
ويحتوي على الأخطاء التي حدثت مؤخرا خلال التعامل مع عناصر الوصول للبيانات DB Engine. نأتي إلى التجمع الثالث وهو Properties Collection، ويحتوي على خصائص عنصر محرك البيانات DB Engine. خصائص جيت انجن. يميز عنصر محرك البيانات دي بي انجن مجموعة خصائص مثله مثل اي عنصر في فيجوال بيزك، ويمكنك عن طريق تلك الخصائص التعرف على مكوناته والتحكم في سلوكه وطريقة تعامله مع قواعد البيانات. مثلا خاصية فيرجن تخبرك برقم الاصدار الذي تتعامل معه الان، اما خاصية Default User فيخبرك باسم المستخدم الافتراضي، وخاصية Default Password فتخبرك بكلمة المرور الافتراضية، وعن طريقهما أيضا يمكنك تغيير أي منهما. طرق Jet Engine. يحتوي عنصر البيانات الرئيسي DB Engine على عدة طرق Methods تستخدم لأداء وظائف هامة تتناول قواعد البيانات. ومن أمثلة طرق DB Engine طريقة Open Database، والتي تستخدم لفتح قاعدة بيانات، وطريقة Compact Database، والتي تقوم بضغط قاعدة البيانات والتخلص من الفراغات الزائدة بها، وطريقة Repair Database، وتستخدم لإصلاح الأخطاء في ملف قاعدة البيانات وكتابة نسخة سليمة مكانها، وهناك طريقة Set Options، والتي تتحكم في بعض الاختيارات التي يمكن أن تستخدم لتحسن من أداء جيت إنجن، وغير ذلك من الطرق التي تستخدم لأغراض عامة يمكن أن يؤديها جيت إنجن.